توفيق. نعم سيدي. حاصر لي المكان، ما بدي لنا بلا العرجة تمرق. حاضر سيدي. أهلا عمي أبو غصن، تفضل. أنا مو عمو أبو غصن، أنا الموت الزؤام لجوزك الخسيس الوبش. ليش خير إن شاء الله؟ شو عامل جوزي؟ ما رح أقول لك شو عامل، حفاظا على سبيلة التحقيق، بس عامل شغلة وسخة، وسخة كتير. وسخة؟ أكثر ما تتصوري. وينه؟ عند أمي. أبو غصن معصب. شو بدي أحلف لك إني ما ري عامل شيء. ياك ليش معصب أبو غصن؟ شو بعرفني؟ بجوز حدا سارق له شيء سرقة وجايين ياخذوني مشان التحريف. ياك ليش خايف أنت؟ ما شفتي شلون عم يحكي؟ أنت متأكد إنك ما لك عامل شيء؟ طبعاً طبعاً متأكد. عجوة حبيبي هروب. على شو بدي أهرب؟ على رجليك. على شو؟ اللي صفي على رجلين أهرب عليهم، البراغي تبع ركبي فلتاني والعزاءات بايظين. يعني مالك مصدقني إنه هو مو هون؟ أنا قولي لي اللبن أسود بصدقك. توفيق. نعم سيدي. إذا بتريد حديث خاص. ماني سامع شي سيدي. اطلع خلي لي عينك على غرفته. حاضر سيدي. بيرجع مرجعنا للبن. أنا قولي لي اللبن أسود بصدق، بس المعلومات اللي عندي بتأكد إنه هو عندك. شو يعني عم بكذب عليه؟ فشر بس احتمال يكون هو هون من غير علمي. شو بدي أعمل إذا كان من غير علمي؟ لا تعملي شيء، بس بدي اضطر فتش المكان. فتش شو معناتك أنا؟ لا بس مشان ما تزعل. صدر علبة فيها قلبة ومفرق دارة صاير دربة وترباته أنا رح عدن حبة حبة لك بدي اطلع فوق اسطوحة اعلن حبة يا بتقلي انت جدبة يا اما بكشف حبة هالمتخبة شو هالكلام العسل يا استاذ نبي جودة ديك الصامت لي ما قالها الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. شلون فتت انت؟ من اول ما بلشت تكتب انت. طيب يا اخي دق الباب ولحم. الصراحه ماني عارفان انكم فكرت ما في حدا. يعني اذا ما في حدا بتفوت بدون اذن؟ انا فايت بمهمه رسميه عم ادور على عجاج. لشو عامل عجاج كمان تعريف؟ لا عامل شغله وسخه كتير. شو هالشغله؟ ما بقدر اقولها حفاظا على سريه التحقيق. عجاج مو هو؟ بعرف. عن اذنك تابع شعرك اذا ما قطعت لك اريحتك. العمى مو بس القرية والنسل كمان. حاول توقف عجاج، حاول توقف. ما بقدر الخوف قطع العصب. ما سمعتي؟ طيب استند علي يا عجوة بركة دام تقدر توقف. ما في فايدة بدها وقت. مصدوم نفسيا. ما قال لي غير عالجه نفسيا كمان. حبيبي انت مشو خايف؟ مشو خايف؟ من الحبس. ما بصير تخاف من الحبس حبيبي، لانه الحبس للرجال، انت مو رجال. انا؟ بلا انا رجال. يا كان شمع الخيط طالما قدرت توقف على رجليك. يلا ولا يهمك، انا حربوق مو توفيق لحاله. اذا المخفر كله ما بيطلع له معي لكان مرقه من تحت ايدي. شلون؟ اتركي علي. مرحبا توفيق. اهلين عجاج. تفضل. تسلموا هديات. توفيق.
شفتي؟ بيلتقى لي معك شي شريطة اللي بيسرقوا فيها القفولة؟ تفضل. يسلموا. ولا من هون ولا روح من هون ولا العب بالمطاطة لا تلعب بالمطاطة. عجاج شو؟ ليك انا الدبور اذا بوز قدامي وز باخذ له نمره. كالزرقطة اذا بتون ون ها بعرف عمومي ولا خصوصي. اي وين بدك تهرب وانا محاصر المكان؟ لا تاخذني توفيق، شفتك محترمني فكرتك ما شفتني ومو شايفني. انا بضلني محترمك تثبت عليك التهمه وساعتها تفو فوق تفو. توفيق طيب انا شو تهمتي؟ شو بعرفني؟ بتعرف ولا عامل حالك ما بتعرف مشان سريه التحقيق مثل ابو غصن؟ ابو غصن كمان ما بيعرف، بس تسمعوا عم بيحكي عن سرية التحقيق بيكون ما بيعرف، لو بيعرف حكم. وين كان المحروس؟ سيدي قبضت عليه وطالع من بيته. عفوك يا شطور عفوك. طيب فهمونا شو المشكلة لحتى نطمن. شغلة وسخة يا ولد. لسه بقول لي وسخة. يا أخي وسخة وسخة، بقى البحصة وخلصنا، خليني أعرف جريمتي وارتاح. على القليلة ينعرف قديش حكمه. إذا ثبتت عليه التهمة أقل من مؤبد مع أشغال شاقة ما بيروح فيها. بس شو جريمتي؟ سارق دم من بنك الدم. انا هيك المعلومات اجتني. هلا مشان كم كيس دم بدكم تحكموا ابا؟ مو مشان كم كيس دم، مشان ال100 مريض اللي ماتوا بسبب الدم. 100 10 ايه الاكياس المسروقه كلها من زمر نادره، يعني اتهمتك التسبب بوفاه 100 شخص مو سرقه الدم. إيه هذا بده اعدام سيدي مو معبد. لا لا شوفي مو أدم مو أدم ما دخلني أجو حبيبي شوفي شوفي وين أبو غصن؟ شو جاب أبو غصن هلا؟ يعني منام الحمد لله الحمد لله اللي منام. لك شو هالمنام اللي خلاك تفيق مرعوب كل هالقد؟ شفتي بمنامي عامل جريمة بشعة وسخة وجايين مشان ياخذوني. وشو التهمة؟ سارق دم. لك حال الدم بالمنام منيح كتير. عن جد عم تحكي ولا مشان تريحيني؟ لا والله كل العالم هيك بتحكي. طمنتيني انه منام معناتها رجعنا. رجعنا حبيبي رجعنا. أولي. شوفي شوفي شو ليش ما عم تنامي؟ ما عم يجيني نوم. ليه؟ ما بقدر نام قبل ما اعرف نتيجه التحاليل. منو تحاليل؟ عملت تحاليل من ورا ظهرك. تحاليل ايش؟ خير ان شاء الله. بدي اعرف ليش ما عم يجينا اولاد مني ولا منا؟ منك طبعا مو مني. ليش بقى؟ شو انت جايب اولاد قبل هالمره؟ لا بس انا عملت تحاليل من ورا ظهرك وكل شيء تمام. يعني شو؟ يعني الأمور كلها موقفة على تحليلك. يعني شو؟ بروح أنا وياكي على الدكتور. إذا الأمور تمام ما كان في شيء كان بيها، أما إذا الأمور منك منشوف. شو منشوف؟ بصراحة أنا بدي أولاد. وإجا ما قدرت جيب لك أولاد شو رح تعمل؟ شوفي خيت شيت إنه أتجوز مرة تانية مو قدرتي مادياً ما بتحمل. مادياً ما بتتحمل؟ شو هيك؟ فهمية بقى. لازم نفترق. هيك؟ بهالبساطة؟ مو بهالبساطة. بس مثل ما حكيت معك إذا كانت النتيجة قاطعة، أما إذا كان في أمل 1% مستحيل أتخلى عنك ولو على جسدي. لك حده 60 جهنم يطلق منرتاح من بلوي ومن زقالته. شو يطلق امي وانا؟ لك انت شو فارقه معي؟ 100 واحد ارمل عم يستنى وحده ما بتجيب اولاد وكل واحد احسن من الثاني، بكفي مصعبين سوابي. انا ما بيهمني حدا ياخذني او ما ياخذني امي، مالي خايفه اكسد انا. لك من شو خايفه؟ خايفه اخسر الانسان اللي بحبه.
لك ما في غيرك حدا بيعتبره انسان وهذا اللي بكيدني. على ايش بتحبيني تفرج؟ اجا روحي اجا المعاق. مرحبا. اهلين عجوي. شو عجوي طمني؟ ما رضوا يقولوا لي النتيجة بالمخبر. شلون بدنا نعرف؟ قال خدها على دكتور. ايه هاد شو؟ بدي اعطيها يا ميسون. شو ميسون؟ ما لقيتي غير ميسون؟ لقينا شي دكتور تاني على الايميل. لك لا تعلمت هلا، صار لها سنة عم تشتغل بالناس. ماشي امشي. لا لا يا حالي بلكي النتيجة بتصدم. يا رب تجيب العواقب سليمة. التحاليل عملتيها على الريق؟ معلوم على الريق، خير ميسون؟ قبل ما تعملي التحاليل كنتي مرضانة ولا فيكي شي؟ لا ما فيني شي، خير ميسون؟ قبل ما تعملي التحاليل بثلاث ايام اخذتي شي انتيبيوتيك؟ شو؟ مضادات حيوية يعني؟ لا ما لي اخذ شي، اصلا انا ما باخذ دواء. هيفاء شلون اعصابك؟ خلصيني ميسون، قولي يا تجو ريحيني. هيفاء امسكي اعصابك، وضعك ميؤوس منه. يا رب تجيب العوائب سليمة يا رب. يا رب لا تفرق الأحبة. شو بدك؟ هيفاء رجعت ولا لسه؟ لسه. هيفاء عم تقلي إنك عم تهددها بالطلاق، صحيح هذا الكلام؟ مو تهديد، بس أنا بدي ولد. كإيش الولد؟ بلا ما تتكاثر سلالة الطحل. مرت عمي، كل شيء أحكيها، ما بدأ إهانات. كنت أحكي هيك قبل ما تتجوز إنك بدك تطلق إذا ما إجاك أولاد، مو بعد ما تنزع لمستقبلها للبنت. ليش بتعرفي من الأول إنه ما بتجيب أولاد؟ لا بس كنا خلصنا منك وقلعناك، كان في بإيدنا حجة. مرت عمي أنا عم بتمنى إنه هيفاء تكون أمورها تمام، فرقة علي وبالنسبة إلي مثل فرقة الروح، بس الواجب عم يحتم علي إنه أجيب ولد. مشان شو؟ مشان تلطخوا تاريخ البلد بالوحل؟ على كل حال مرت عمي الله يسامحك. ايه الله لا يسامحك ويغير ملامحك، لك ما بيكفي نزلنا لمستواك وجوزناك، كمان بدك تتحكم فيها للبنت. مرت عمي ما رح رد عليكي هلا لانه انت مثل امي، اذا بدك بطلع من البيت وبرجع على المساء بشوف شو الجواب. واذا ما بترجع بنوب بيكون احسن. يعني ما في أمل العلم يوصل يحل يا مشكلتي من هون يا 20 سنة. ما في عندنا أمل، الطب عاجز أمام حالك. ولا ببلاد برا؟ ولا ببلاد برا. خلي إيمانك كبير وتحملي قدرك بصدر رحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى. ميسون عبيبتي بكرة إجا جبتي أولاد، خلي شي واحد منهم يجي يعيش معي. ولا يهمك، رح جيب لك ولدين خصوصي إليك. طيب هذا إذا أنا جبت. لك لك أنت كيف بدك تجيبي ولدين إذا بالأساس ما بتجيبي ولاد؟ ميسون وعدتني جيب لي بنت وصبي. لا حبيبتي أنا بدي ولاد من بيت الطحل، ما بدي أقعد ربي سعدين من بيت مربوع. مشاني حبيبي. لا مشانك ولا مشان غيرك، أنا بدي بزر قبل ما يفوت الأوان. يعني ما في فايدة؟ ما في فايدة، أنا مزحوا معي بكل شيء إلا بالولاد لا تمزحوا معي. أنت طالق طالق طالق. لا لا ده واحد حقيقي، ده واحد واطي 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 واطي. شو بك شو بك؟ هاي بدغري على السريع بتطلقني طالق طالق طالق. خبط الزر. شو الموضوع؟ شفت بمنامي انك طلقتني انه ما عم يجينا اولاد. بدي في فوق لا تزعلي، الطلاق بالمنام فالخير. شلون فالخير؟ شلون فالخير؟ ده كل الناس بيعرفوها انه اذا واحد طلق مرته بالمنام معناتها ما راح تهلع عنه بامره. يعني ما راح تطلقني لانه ما عم يجينا اولاد؟ لا حبيبتي انا بطلق اذا بشم ريحه الاولاد، احنا من غير اولاد انا وياكي مو شبعانين اليوم. شلون بولاد؟ يا كان انا رايحه اشوف ميسون. ليه؟ بدي اطمن منه انه ما بيجيني اولاد، انا مو مستعده اتطلق مشان شقفه ولاد. لك هلا قبل طلوع الضوء. ايه بدي اروح الحقها قبل ما تروح على الشغل. يلا منامي أحلى من منامك. مرحبا توفيق. أهلا وسهلا مرحبتين. شو خير إن شاء الله؟ ليش واقف هون؟ أختك مدري شو مخرطة بالمشفى. أختي ميسون؟ أختك ميسون لكان أختي؟ ليش هيك عم تحكي معي توفيق؟ شو يعني أعمل لك كعك بحليب حتى تنبسطي؟ لأنها تعمل لي كعك بحليب حتى أنبسط تسمح لي فوق. ممنوع الدخول حتى ينتهي التحقيق.
انت لما بلشتي المريضه اعطيتيها كميه البنج اللازمه؟ طبعا تقيدت. دكتوره هي مو طالبه متدربه؟ نبيل انا ما عم اسالك، عم اسال ميسون. احكي. طبعا تقيدت، ابره البنج لا بتزيد ولا بتنقص. بس تقرير الطبيب الشرعي بيقول انه كميه البنج الموجود في جسم المغدوره يعادل ضعف كميه البنج اللازم اعطاها. احتمال الدكتوره اوصاف تكون بنجتها كمان. مين الدكتوره اوصاف؟ دكتورة البنج. لك طالما الدكتورة أوصاف دكتورة البنج، مشان شو بلشتيها أنت؟ ولك شو بدك بهالشغلة؟ المريضة الله يرحمها كانت خايفة كثير، خافت ما تأثر عليها إبرة وحدة، قام خلتني أعطيها إبرة ثانية. بالمستشفى الكلمة الأولى والأخيرة للطبيب مو للمريض. ما حبيت أكسر لخاطرة، قلت لحالي حرام. الله يجزيك الخير يا حنونة، بس أنا مضطر أشك معي هلا. لوين أبو غصن؟ لوين يعني؟ وحدة تسببت بوفاة أمي 7 أطفال، أكيد مو عشيرتهم. ما فينا إلا نفهم يا أبو غصن، مشان خاطري. أرواح الناس ما بتتلفلف معي، القانون فوق الصداقات والعواطف، أنا يد القانون. شرفي معي دكتورة. شو أبو غصن؟ سبتت علي التهمة بدي إشها كرمالي. إذا بتعزني مرقها هالمرة، ما في حدا ما بيطلع. ممكن نسامح واحد ما فوت قولي، ممكن نسامح واحد حط ملح للشاي بدل ما يحط سكر، بس ما ممكن سامح وحدة رملت رجال ويتمت 7 أطفال. كرمال يا أبو غصن. معستك عندي كبير كتير يا ست عفرة، بس إذا صار خيار أمام القانون فالقانون أولا. يا توفيق توفيق، تعال شوف جبت لي ماكينة الحلاقة مشان نحلق لها الصفار. سيدي المكنة بالتصليح، بس جبت لك الموس. ماشي الحال، هاتوا هلا بشيلن على الشفرة لشعرها. الديوان اللي حطيته بالرقابة. لك حدا بيقطع قلبه من ديوان شعر؟ يقطع الشعر وساعة الشعر، يقطع الشعر وساعة الشعر. لك أنا عم بشتغل بالهندسة وماشي حالي، إيش الله جابرني أنا؟ لك أنا بزيد حالي كل زدت بدي أحلم الله. أنت من شو خايف بالضبط؟ في قصيدة ناقدة بالديوان ما قدرت متحشتها. وشو اللي مخوفك؟ عادي. لك شو عادي يا ميس؟ وشو عادي غير ليستخو جلدي عن لحمي بس يقروها. ليش كاتب شيء محدد؟ لا بس آخذ راحتي ومتقل فيها بالحكي. بيرفضوا لك ياها بالرقابة والسلام، ما رح يعملوا لك شي. هذا إذا دخلت ضمن قائمة الممنوعات، بس إذا ضمن المحظورات لا. شو بيعملوا إذا ضمن المحظورات؟ بيرفعوا للجهات المختصة، ساعتها بتندمع الساعة اللي بدي فيها. يا حبيبي يا حبيبي، لا تفكر بقى بالموضوع، حط راسك ونام، واللي بده يصير يصير. طبعا أنت شو فرقة معك؟ لأنه أنا المتخوزي، أنا المتخوزي. متخوزي ما اختلفنا، ضروري تعمل كتاب يعني؟ حيوان مرت عمي، لكل جواد كبوة. هلا انت مو على اساس ديوانك غزل كله، شو جاب القصيده الثوريه لهونيك؟ قلت لازم يكون في قصيده تعمل ضجه مشان الشهر، اذا ما عملت كركبه ما بنشهر. روحي افتحي ميسون. لك لا تفتحي لا تفتحي، اكيد هني. مين هني؟ الجهات المختصه جايين يمشوني. يا حبيبي اذا الجهات المختصه ما رح يستنونا لنفتح لهم الباب، بيكسروا الباب وبيفوتوا، خلينا نفتح لهم الباب بكرامتنا افضل. بتطم الشباك اول شيء بعدين تفتحوا. لك الجهات المختصه اذا بدها تلقطك بدها تلقطك، تنكشك من تحت الارض. وين بدك تهرب؟ لك بهرب على البريه وبعيش بين الوحوش، ولا بخليك مشوني. روح اهرب من الشباك. راح اتخبى بغرفتنا، بس من سالتي سالتك او تحطي ضحكتك بهرب. يلا صباح الخير ميسون. اهلين نزيها فوتي. لا هالمره عندك وحده، هالمره لحالي.
صهري كم مرة قلنا ثلاث رنات؟ شو بتنسى انت القانون؟ اذا ما معي نزوفتي بنسى. ايه فوت تفضل. سمعنا نبيل مؤلف ديوان شعر، سمعنا مزبوط مثل ما سمعنا؟ مزبوط. شو عرفاك؟ مرت رفيقنا بالرقابة عاجبها الديوان كثير، دغري قلت لها عديلي. ومرت رفيقك ما قالت لك شي تاني؟ لا ما قالت الا كل خير. ايه تفضل على غرفة الضيوف لبين ما نعدي لك نبيل. بالبول بالبول. قلت له اني هو هذا نديم جاي يبارك لك بالديوان. لك منين عرف اني عملت ديوان؟ دغري فضحت الشغلة. مرت رفيقه بالرقابة جابت سيرة قدام. شو قالت؟ ما بعرف، روح اسأله بغرفة الضيوف. كثير مبسوطة، عاجبها شعرك كثير. قرأت الديوان كله؟ ما بظن، لأنها ما حكت غير عن أول قصيدة. كنت متأكد أنا لو وصلنا للأخير ما كانت انبسطت. ليش شوفي بالأخير عديل؟ مو شعر؟ شعر بس بشيء بالشعر، كله نقد سياسي. لا حول ولا قوة إلا بالله، غير تحكوا بالسياسة. يا عم الدنيا بخير، شو اللي مو عاجبكم ما بعرف. تقدر تحكي لنا ما تسحب لنا الديوان من الرقابة قبل ما توصل لآخر قصيدة؟ بقدر، بس أمن لي تليفون. تليفون مرت عمي. بطلت أنا هالعادة من زمان على هذا التلفن وهذا اتصال، اجتني فاتورة 75 ليرة. كتير مرت عمي مو كتير. عم تتمسخر؟ أنا بيطلع لي 700 مكالمة، ما حكيتوا أنا 700 مكالمة. طيب مرت عمي أنا راح أدفع لك هالفاتورة واللي بعدها، بس مستعجل خلينا نفوت. مرت عمي نزيهة بتسلم عليك كتير السلام. ليش ما جبتها معا؟ ما كنت مفكر حالي راح أجي لهون. أفوتو. ألو أبو سعيد، بدنا منك هالخدمة إذا ما عندك مانع. أم سعيد الصباح جابت سيرة ديوان شعر كاتبه عديلي، بدنا نشوف إذا في إمكانية نسحبه من الرقابة. شو علي أبو سعيد؟ بيكون أحسن. أهلين أختي أم سعيد، مشان الديوان اللي حكيتينا عنه الصباح بدنا نسحبه. قال ليش بدها تسحبه؟ ولا بدي أعدل فيه؟ قال بقول لك بدي أعدل فيه. ها؟ ما في مجال بنوب؟ قال صار عند مدير الرقابة ما بتقدر تجيبه. ولا شو تعليقك على الموضوع؟ قال شو تعليقك على الموضوع؟ أيوة يا لطيف يا ساتر، معقول؟ نعم نعم أيوة ماشي أم سعيد، مع السلامة. الله يسلمك. شو؟ الديوان بشكل عام عاجبها، بس في قصيدة عليها بعض الملاحظات. هذا اللي كنت حاسبه، انه تحط ملاحظات لمدير رقابة، مدير رقابة يرفع على الجهات المختصة. نبيل مو خوف، بس اذا صار ما صار ما تجيب اسمي، اني لا بقربك ولا بتقربني، لا بعرفك ولا بتعرفني، لانه بحياتي ما بترفع اذا ارتبط اسمي باسمك. ان ارتبط ولا ما ارتبط ما رح تترفع، لا تحط حجة. بجوز انا هذا سكفي، بس مو ضروري اتكسر. روح افتح انا ولا بيروح واحد منكم؟ انا بروح بفتح، انا لازم واجه مصيري بجأش وصلابه. انا ما عاد خوف. مرحبا سيد نبي. اهلين ابو غصن. امشي معنا. ليش؟ ولا ما بتعرف ليش؟ نسيان ما نسيت شو كاتب شعر ولا؟ انا ما كان قصدي، انا كل اللي عملته اني لفت عيون الناس للظواهر الاجتماعيه السلبيه. انتم المثقفين ما بترخى لكم حبل، احترمناكم وركبناكم على حمار، مديتوا ايدكم على الخرج. طيب من شق القصيده؟ كنت فكر التفكير قبل ما بعد ما وقعت الاصعب الارعى. يعني ما تتدبر معك؟ مشاني ابو غصن، مشاني هالمرة. إذا أنا بمرقة توفيق ما بمرقة، بتمرقة ولا؟ شو توفيق؟ ليك ترى أنا بحياتي كلها ما قريت شعر، بس من زمان ها، من زمان متمني واحد مثقف يقع تحت إيدي، تربي القرود السود فيه. شو عامل لك مثقف يا أخي؟ شو عامل لك؟ يا أخي على شو شايفين لحالكم أنتم المثقفين ومقنزعين لحالكم؟ كأنه العالم حواليكم طرش، لك أنا بدي أعلمكم كيف تتقنزعوا. أنا بحق لي أتقنزع كمواطن، قانونياً ما فيها شيء. أنا بدي دقك، عجبك الحكي ولا ما عجبك؟ شو أبو غصن؟ إذا دقك بوكس ما راح تنطعش. مشي منها. ما بمشي. لك أمشي خلصنا. ما بمشي. مشي. توفيق ساعدني. لعيونك. تعرف. مشي. مشي. استنى. ما بطلع. أبو غصن.
الخزن ما بطلع بسم الله الرحمن الرحيم خير حبيبي شباب؟ كابوس يا ميسون. خير ان شاء الله. شو حلمت؟ حاسس بده يصير معي شيء بالرقابه مشان القصيده اللي كلها نقد. كسري شو بده يصير يعني؟ لك شلون شو بده يصير؟ لك انا اذا حدا بيقراها بتبخر. ما تتبخر ولا شيء. اليوم اجى مرزوق وجاب لك الديوان بس انا نسيت قلها. مرفوض طبعا مرفوض اكيد. شلون بده يقبلوه من غير ما تقولي مرفوض؟ حبيبي لا مرفوض ولا شيء، ليك كاتبين عليه يسمح بنشره. لحظة شو هاد؟ ما يصدق عيوني، لك نفتنا ميسون نفتنا. حرامي شو هاد؟ الحقوني حرامي. امي حرامي. ليش هيك عم تضحك؟ لحقته؟ لك شو راك؟ لك هو شب ولابس خفافة، أنا لابس شحاط وما بلحقه. رد منيحك، أنا تجوزتك مشان هيك ساعة، أنا شو بدي فيك إذا ما بتقدر ترد الحرامي عن البيت؟ أنتِ الحق عليكي، لازم تحسبي حسابي، أحسن ما تحطي مصرياتك هون وهون، حطيهم بالبنك. خير ما بتعملي؟ شوفي. نبي سرقوا لي مصرياتي جنادياتي. آه ليش أمي أنتِ معك مصاري؟ أنا اللي أدلي. كم رزمة أخضر قايمتن لوقت الشدة؟ نبيل أنت شب لحقه إذا كان بتلحقه. لك وين بده يلحقه؟ بيكون وصل لآخر الدنيا هلا. ما تعمل سلاوي لنقف وتصيب أبو غصن، بجيب لك إياهم من تحت الأرض. كل شيء إلا أبو غصن، خليهم يسرقوا مصرياتي، المهم الشغلة ما تصل لأبو غصن. خايفة لعلهم بالدولار يعني، ما هيك؟ لا، أنا ما بدي مشان جندة مصاري شغل السلك كله ياتو، شغلة مو محرزة. لك شلون مو محرزة؟ شغلة فيها شي مليون ليرة. راس انا معي مليون، منين المليون؟ لكان قديش بيطلعوا امي؟ ماكسيموم 999,000، منين المصاري انا؟ 999,000 ما بينغصونا. وي وي ليش حدا وانت جاي لعندك؟ انت قاعدك تعرف انه عم يستغلوا منصبك، لولا منصبك ما كانوا بيطلعوا فيك. انت قلتيها عم يستغلوا منصبي مو عم يستغلوني. ايه يعني على اتم معي كرجل شرطه مو كمواطن عادي او كصديق او كزميل او حتى كخليل. ايه معناها الشك تبعك مو بمطرحه. ايه معناها وراء دور وين اللي عندي اصلا. انت هذا اللي شاطر فيه، وراء دور. غمدا حاضر. بين اليوم خازو جعا. بدك شي سيدي؟ شو جابك لهو؟ سيدي رايح على المناوبة وانت ناديت لي. ايه روح على المناوبة. حاضر سيدي. من هون؟ حاضر سيدي. اعوذ بالله. فورا. اهلين عمي ابو غصن، تفضل. خير حبيبتي ميسون، شو المشكلة؟ رجعنا لحبيبتي. خير عمو ميسون، شو المشكلة؟ أمي سرق لها مصاري. 999,000 ليرة. 20,000 مو محرزين. 20,000 راتب 4 أشهر، شلون مو محرزين؟ 20,000 أخضر مو ليرة. كوز بلا مزح ريبان. على قطاطا. أبو غصن بدي استشيرك استشارة قانونية. مري أنا رهن استشارتي. يعني هلأ الواحد إذا حط 20,000 أخضر ببيته معناتها شغلة ضد القانون، بس فهمني. من وين جايبتيهم؟ من بيروت. ومصرحة عنهم على الحدود؟ طبعاً مصرحة. لك طيب مرت عمي، من شو خايفة؟ طالما مصرحة عنهم من شو خايفة؟ إيه مزبوط، طالما داخلين على البلد بشكل شرعي مو يكونوا 20,000 يكونوا 20,000,000. شو فكرت انا ابو غصن؟ اني انا منحرفه على القانون هيك ولا هيك؟ وحده غشيمه مثل حكايتي، شو فهمها بالقانون؟ بس فهمني. لا شغلك كله قانوني، بس شو قصه ال 20,000؟ لا لك انسرقوا، شو ما بتفهم انت؟ ليش هيك مخططين؟ ممكن تشرحوا لي حيثيات السرقه على ارض الواقع؟ ايه تفضل ابو غصن. ماشي الحال، بيدخل معنا الريبال بس مشان الخلوة، بدي أعرف. ركز أنا، أنتوا ضلوا محلكم. شرفي مدى فضل ركز. فوت أبو غصن. شو نحن هون؟ ها كنا هيك قاعدين
ما بيهمني اذا كنتوا قاعدين ولا شو كنتوا عم تسووا، بيهمني الحرامي كيف سيدنا. ما لقينا الا الشباك فتح لحاله كانه الريح فتحته. شبح وشبح، ما لحقنا نحن نلمح وشه، فتح الخزانه وهفل الشنطه وشمعوا للخيط. من الشباك ولا من الباب؟ من الباب سيدي ابو غصن، فات من الشباك زمط من الباب. الشنطه رح تكون عندكم بعد ربع ساعه، رح اعمل تليفون هالسرية. الو مرحبا توفيق، بتروح على الدويلعه فورا بتجيب زعرور وبتحطه بالنظاره وبتاخذ منه الشنطه اللي سرقها وبتجيبها لهون. بسرعه لك ابني خلصني احسن ما يلحق يخفيها بشي محل. يعطيك العافيه، مع السلامه. ابو غصن شو عرفك انه زعرور؟ ما بدنا نتهم العالم زور. مو زور، هي طريقه زعرور بالسرقه، بينط من الشباك مثل الريح وبيزمط من الباب. سيدنا يعني هو من الدويلعة؟ لا بس مستأجر هني غرفة كل ما سرق سرقة بيخبيها فيها. لحنا ضربه يغير عنوانه مشان ما حدا يكمشه. هات سقفه ما بيقدر يتطور أكتر من هيك. لحنا شو ده؟ شو توفيق؟ لقطوه؟ قبضنا عليه وعم بحاول يفتح الشنطه بالجرم المشهود. فوت. خير توفيق في شيء؟ بهدل زعرور. مين زعرور؟ اللي سرق الشنطه. لك يخرب بيته، على قد ما هو شاطر بالسرقه على قد ما هو غبي بالتخفي، لما بيعمل الجريمه لك ابن اليومين بالسلك بيعرف انه زعرور. جاي تشتغل ولا جاي تطحن توفيق؟ تفضل سيدي هاي الشنطه. تسلموا ايديكم كتر الله خير. توت لربك. خلينا نفتح على كم مشان نتأكد. لا ما في داعي لانه الرجال ما لحق لسه يفتح. ماما افتحيها بعدين بتندمي. ها بندم ما بندم. سيدي اذا بتريد تسمح لي احكي. احكي. سيدي نحن لازم نفتح الشنطاي مشان نثبت هالشي بالمحضر، فوق بحطوا لنا ملاحظه اذا ما فتحنا هيش. ما بقدر، نسيان الرقم شي ثاني. اخذها لك اللي عند عجاش خليه يفتح، عجاش خبير بفتح الشناتي. لا تيفو لا حبيبي، ما حذرت بنوب بنوب. انا مره واحده، مره واحده بحياتي تحيوني قمت تورطت ورطة راحت فيها سنتين. عجوي هذا مو حي الله حدا، هذا عمي ابو غصن يعني رجل قانون. بلا قانون بلا مانون، لك انا بشك حتى بحالي. يعني بترفض الامر؟ اخي اذا ما بتجيب لي تكليف رسمي عليه ختم ازرق دائري انا ما بشتغل. عجبكم عجبكم، ما عجبكم حطوني بالحبس. نيلسون مانديلا ما له احسن مني. لا تعمل لي لحالك قيمه كثير، كلك شقفة حرامي دكاكين. مشي لا تجي لك الختم، قوم يلا مشي. زيت عجاج اطمنت هلا؟ طبعا اطمنت، حقي ولا مو حقي عمي ابو غصن؟ حقك، ويا ريت كل مره تعمل هيك، ما كنت بتصطدم مع القانون ابدا. اسم الله. شو هاي؟ ابره. لشو الابره؟ عمي ابو غصن انا اذا بدي اشتغل بدي اكون الهمسه. ها الهمسه بتزعجني، قلع لي اياهم كلياتهم. معك حق، شو فرجه؟ شو نحن عم نرقص اسعادين؟ يلا احتوا كلها على غرفته لشوف. يلا يا يلا عمي ابو غصن خلي لي عفوره مشان احرق لي قلبك. ان شاء الله تتخوزها. بيرك كني كني خلص عفوره. خلص سيدي. جاهز يا عمي ابو غصن. ترى انك حرامي محترف اكثر من زعرور. ابو غصن انا فتحت الشنطه خدمه للقانون، مو مشان اسمع هيك حكي. ولك توفيق ليك ما تحكي معه هيك حكي لعجاج، بتروح بتكتب له مرحه وبتعطيه بعد ما تخلص منه. حاضر سيدي. وبده يعتذر مني. وبتعتذر مني. وبتجيبه على الغرفه تبعي. وبتجيبه على الغرفه تبعي. حاضر سيدي. هدول مزورين يا عفرة. انت من وين جايبتيهم؟ من بيروت. من البنك. منين بدي اجيبهم يعني؟ مستحيل، البنك ما بيعطي دولار مزور. عطاني وخلاص. طيب ما عطوكي وصل او قسيمة مصدر؟
ما معي شيء، ما اعطوني شيء. مستحيل، البنك بيعطي ورقه. مدام عفرة، مع احترامي الشديد إليك، بس أنا هارر شعر راسي بهالشغلات، مستحيل، أنت أخذتيهم من مصدر غير رسمي، احكي. من وين يعني؟ من صراف، من واحد بيشتغل بالعملة بالسوق السوداء بس مو بالبنك. شوف بجوز من شي صراف، بس أنا فكرته بنك. عفرة، أنا ما بحب اللي بيلعب علي، أنت ما بتخربطي بين البنك والصراف، بقى قولي شو اللي مخوفك تحكي. شوف سيدي، هذا اللي مخوفك. انت مين قلك تمد ايدك عالشنطة فساند؟ ليش كترت هالغلبي؟ الغالي ابو سطيف، ارسل لك هذه الدفعة التي اوصيتني عليها لكي تروجها في الاسواق عندكم، فارجو ان تعطي السيدة عفراء البرعو حصتها من العملية. انا ما دخلني ابو غصن، انا بس مرقتهم على الحدود. بكفي وبيزيد، انت اصعب شغلة انت فيها هي تمريع على الحدود. بمعزتي عندك ابو غصن، إذا بتعزني مرق لي يا هالمرة. معزتك كبيرة كتير عندي أنت يا عفرة، بس مو أكبر من معزة القانون يا توفيق. نعم سيدي. جايب ماكينة الحلاقة مشان نحلق لها شعر على الصفار. سيدي الماكينة بالتصليح، بس جبت الموس. ماشي الحال، أعطيني هالموس هذا نحلق لها بالشفرة على الصفر. عبورة شو بقي؟ ولي نقلي كان بالمنام يا لطيف، نقلي منام. كم مرة قلت لك أنا لا تنام مثل أبو نورس الظهر، هي نومة التنامة اسمها. بعدين هي ما في أقوى من كوبيسة أبدا. بلا فلاويتك هلا، ولي نقلي كان منام، أنا ما بدي أكتر من هيك يا لطيف. مانجا. شو؟ مانجا بعدي يا هنا بعدنا من مصر. غسلتي لي جراباتي؟ غسلتهم وكويتهم وعطرت لك يا هنا. جيبيو. عليكم بالغزانة. بدك يعني أنا أقوم لعند غزانة جيبو؟ لك أنا ليش عني مرة ليش؟ ماشي. على عيني يا ابن عمي، تكرم عيني. حركي. تكرم شواربك. لابسيني ياهم، لكن أنا ليش هاني مرة؟ على رأسي وعيني. تعال ابن عمي أنت، اسمع كلمتك أنا. بوي أكيد صباطي؟ لك من مبارح المساء. إذا حدا سأل عني قلي له أنا بالمطعم. على عيني ابن عمي، الله يعطيك العافية سلف. هات الثانية. صباح الخير يا بيك، شو بتعملون؟ بتروح بتقولن للفلاحين اللي عم يطالبوا اكثر من الربع انه هن عندي مرابعين لا راحوا لا اجوا. شو يا توفيق؟ رجيهم بالفلقة من امبارح يا بيك. وما ريحتون منو؟ ما حدا قلنا نريحهم يا بيك. بتروح بتفكهم وبتقولن انه البيك تواصلت لكم. حاضر يا بيك. ليش بيك؟ شو ناقصني ما اصير امبراطور؟ كان ودي نلتقي في حياتي تشرقين مثل نجمات برقين، لكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك غريبة. كان ودي نلتقي في حياتي تشرقين مثل نجمات برقين، لكن ظروفك غريبة، لكن ظروفك غريبة. انت عارف يا الحبيب ان عالمنا غريب، والهوى قسمة ونصيب، هذه الدنيا عجيبة، هذه الدنيا عجيبة. قلت
من جاء بك الشوق لنا قال لا جعت فجئت أقطري دق فروجا وصف المنسفا وحمار فضت ابن المعلف قلت قلبي نحو قلبك رفرفا قال خيطي بنطلوني المهتري خدت بنطا له وجها وقفا فاتمطى ثم للدو غفي قلت حان الوقت كي تحكي الشفا قال غطيني وراح يشخري قلت سحقا لحياة الزنجلا وذهبت للحبيب الأولي رغم إن جيبه فاضي أزلي إلا إنه مثل عبس العنتري رغم إن جيبه فاضي أزلي إلا إنه مثل عبس العنتري مثل عبس العنتري أفشيت سري إلى الحاشي أيته الحيزبون أليس كذلك؟ فلتنشق الأرض وتبتلعني السرع إن كنت بحت ببلواك يا سيدي تكذبين يا امرأة فأنا لهم أن يعرفوا لولا سرسرتك والتي تبعيك سحقا لي إن بحت بحرف واحد يا مولاي يا مرجان هل سمعت مولاتك تقول شيئا للحاشية؟ سمعتها يا مولاي وأنا قاعد فوق لقد قالتها بلهجة شامية ينقط من حروفها السم الزعاف أيها الفساد إن لم أعلق لك مخلاتا وأجعلك حمارا ناطقا فلن يكون اسمي نعجة نفج وليس نعجة أيتها العفورة أيها الفساد إن لم أعلق لك مخلاتا فلن يكون اسمي نفج بل أنا من سيحطم أنفك سأدحك كفا مخمسا مكانكم لك ليش حقير؟ بس كنت خديتي دقيقتين بس كان في شغله بدي اعملها شغله ايش؟ عفورة في شغله طوال عمري عم بحلم اعملها كنت حاعملها بالمنامه اعملها بالحقيقه ليش تعملها بالمنامه؟ ما بقدر عفورة بنخرب بيتي بالحقيقه شغله بتخصني شو عرفك عفورة شو عرفك؟ لانه ما في حدا بيخرب لك بيتك ليري عفورة إذا بتريدي قومي افتحي أنا إيدي موسخة من المنقر شو جنبي؟ آه لو تأخر كنت تحت هذا قولي يا ريت تأخر ما كان الكف مرت عمي هذا أنت نديم دخيلك يا مرت عمي دخيلك يا مرت عمي شو في شبهه شالوني من رئاسة القلم حطوا واحد مدعوم بدالي لا هي الشغلة فكرنا الشغلة مهمة كتير أكثر من هيك بدك أنا تحطم مستقبلي روح أنا يا شو شايفني ماسكة أربع خمس وزارات لحتى قاعد لي ركبة ونص وعم تبس لي إيدي بلكي تحكي لي مع أبو شهاب حكولي إنه إله دخلات بالوزارات أبو شهاب إله دخلات بكل شيء بس ما بيشتغل ببلاش مستعد أدفع له مليون ليرة قد ما بده بدفع له بس يرجعني رئيس قلم لا بدب مليون ليرة بتفتح فيها دكان بتطالع قد رئيس القلم على عشر مرات بلا حكي فاضي يا ما بقدر يا مرت عمي أنا هذا هو الهوى اللي عم بتنفسه أنا بلا منصب بموت الناس محترميتني أصلا لأني فوق على رئيس القلم فوق لك شو هالحكي الفاضي اللي عم تقوله على القليلة مو تحت تحت بختنق تعم هلا منتصل بأبو شهاب تعم ما بخفي عنك يا أستاذ نديم شغلتك صعبة صعبة كتير انت أبوها إلا تلاقي لها حل يعني لو كان بأي دائرة تانية غير الإحصاء ما بستاهل أكتر من رفع التليفون بس بالإحصاء صعب صعب قد ما بدك بدفع لك أعوذ بالله أعوذ بالله أنا فرنك واحد اللي ما باخد بس أنا ماني مربي مفتاح بالإحصاء مالي مصلحة قديش بدك لحتى تربي؟ يعني قبل ما أحكي معه لازم أكسيه وأعنفه إيه ما بقدر فوت عليه دج بعدين بيفكرني من جهاز الرقابة والتفتيش بيعمل لي حاله شريف وقديش بدها هاي؟ شهر دعوات وعزايم وشي طقمين سموكن وعشر صبابير وبناطرين وكمار وقمصان
ومنت البيت يعني إذا بتلك بعمل لك دراسة للموضوع. هلأ كل هالخبرة اللي عندك ولسه بدك تعمل دراسة، قول قديش الرقم وخلاص. كونك صهر للست عفرة راح أقسط لك المبلغ. أول دفعة 100,000. بس مو شغلة بتحير؟ وشو اللي بحير؟ يعني بدك تدفع كل هالدفع لهالوظيفة اللي لا فيها براطيل ولا مهمات ولا حتى شفط. إيه مو شي بحير؟ نديم مو من هدول. نديم كل همه يضل فوق، مو حابب ينزل. أه لله في خلقه شؤون، أنا شو فارقة معي؟ طيب فيك تصبرني كم يوم لحتى أدبر المبلغ؟ ما بقدر أتصرف قبل ما أستلم. ادفع منك وأنا بعدين بدفع لك. ما بقدر، أنا شو بدي أدفع لحتى أدفع؟ مربي 20 مفتاح أنا. نديم بيعشق فيت الأرض اللي عندكم بالبلد، بيعها. كل مرة عم بيعها مرت عمي، ما في حلقة إلا ما بعتها. بس الله يرحمك يا يابا، بتعرف حالك بدك تتخلف ورث. إيه شو قلت؟ عم بقول ما فيك تراعينا شوي؟ وأنا كرمال حماتك كرمتك كتير. بيع نديم، بيع بيع. ما بيع ما بيع، كل شي بيع بيع، الأرض عرض، ما بيع ما بيع. نديم شبك؟ يبعت لك ده السل بوجودك، ما في عرف عفريت ركبك عفريت راح بتنيت روحينا. ما في شي ما في شي. نديم شو صاير لك؟ هيك بس كانت في شغلة شغلت لي بالي. شغلة ايش؟ رايح رايح اتغدى فيهم قبل ما يتعشوا فيني. عشو عم تحكي انت؟ عرفت من مصادر خاصة انهم راحوا يحطوا واحد مدعوم بدالي رئيس قلم. بدي اقدم استقالتي قبل ما يكسروني. منشوف لك ابو شهاب نحكي لك معه، ايده فايته للباط بكل المحلات تضرب منك الو. ليش بيقدر ابو شهاب يخدمنا ببلاش؟ بتعطي لك يا 1,000-1,500 ليرة. 1000 شو؟ شو ونسيس انا؟ بعدين كلها شكفه رئيس قلم مو مستاهله حقه فرانك. عن اذنكم جوزك اجره للفوقاني. اي زيها عم بحكي معي فستوكي. اه شو عم قول؟ اجره للفوقاني جوزك صيف يعني. رح يخليني اجر معه كمان، بده يجنني. ليش شو عامل معي؟ مديره تبعنا بدها تتقاعد بعد كم يوم، طالبة مني استلم محلها. او شو المشكلة؟ نديم مو موافق. ليش شو دخلوا نديم؟ شو حضرته مدير التربية يعني؟ شو دخلوا؟ جوزي. لك حدا بيزعل لمرته إذا ترفعي؟ مو زعلان هو، مو زعلان. يا بس كمان ما بيقبل على حاله يكون أنا أعلى منه بمرتبة. هو رئيس قلم وأنا مديرة. وشو بدك تعملي؟ رح أقبل بالمنصب بدون ما أخبره. ما بدي اياه يتعقد اكثر ما انه معقد. وبركي وصلوا الخبر ساعتها بحطه تحت الامر الواقع. بتحبي انت شيء؟ حب مثل الافلام ما في، بس بحترمه. على ايش بتحترمي؟ نديم موظف نزيه امي. اتحس شيء بالكون هلا الموظف النزيه لا بيمشي شغل المواطنين ولا بينفع اهل بيته واريد اعترضه. على ايش الاحترام لك؟ شو قصدك امي؟ حطي اجرك بظهره وصفي ايه طلاق بلا ما يتحكم فيكي. امي صير مطلقه مشان منصب اداري؟ لك شو بدك انت؟ عندك بيت وعندك راتب، اضخم شوارب بالبلد بتمنوا ضفرك. شو الضمانه؟ انت الك ما صف لك دزينه وقل لك نقي واختاري بعد ما تخلص العده. امي اعتبريني اتطلقت. وشني هالوش. السلام عليكم. سلم لي هالطول الحلو. ابريني سيبك منهم، لما فيش غير قيمة ومركز ووظيفة ميري. نق اللي بيعجبك عالمكسر يا بطيخ. كلام جميل وكلام معقول، مقدرش اقول حاجة عنه. ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي. نزيها 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 شو صار لك؟ نديم انت ما طلعت لساعتك قاعد هون؟ وين بدي اروح يعني؟ امك صار لها ساعة لطعتنا بالمطبخ. نديم بدي اقول لك شغلة، بس ما تفهم انه انا فلتانة او عندي ماضي لا سمح الله. قولي نزيها ولا يهمك. انا بحبك.
أنا بدي أقول لك شغلة نزيهة، بس لا تفكريني أزهر وبلا ترباية وعندي ماضي لا سمح الله. قول. أنا بحبك بس زعلان منك. ليش؟ ليش ما رضيتي بمنصب المديرة؟ ما بدي أكون أنا أعلى منك بمرتبة، يعني أنت رئيس قدم وأنا مديرة. لك شو أعلى منك ما أعلى منك؟ بلاها العقد نزيهة، يعني هلأ إذا زاد راتبك 60 ليرة ما راح يمغصنا. يا قلبي يا روحي يا فشتي من جوا يا كبدي يا مصراني الأعور يا أذني الوسطى. شو ها؟ شو عم تساوي أنت ويا أولاد؟ لساتكم قاعدين؟ مو أنت عزمتينا على الغداء مرت عمي؟ هاي علة الديكور الواحد، بدي اضطر اخسر غدا مشان قال شو تجوا تحلموا عندي بالبيت، لانه الكاميرا ما بتطلع تصوير خارجي لبرا. يعني ما بدك تغدينا امي؟ مدير الانتاج خلص ومصرياته وخليها للحلقة الجاية. يمكن غوطة ينقطع قلبها. يخرب بيتك على هالشي. عفورة 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 يا لطيف. ماتت. لك شو ماتت وعلى كيفك؟ لك اخي لا على كيفي ولا على كيفك، بس هذا اللي صار. والعمل هلا؟ شو العمل هلا؟ نطلب سيارة اسعاف ياخذوها وسيارة الشرطة حتى تاخذها. لك شو شرطة ما شرطة؟ يخرب بيت قلبك، بدك تخرب بيتي؟ لا ما قتلت لي مرتي، شو بدك يعني زلغط لك؟ غريبو يعني لا تؤاخذني، انا ما بدي شهود حتى اسالهم يعني. منو هدول؟ منو؟ شو عملت بحالي انا؟ هي ماتت بالصدفه، بس هذا قتلناه عن سابق اصرار وتصميم. عفيتو ولا عجاج؟ تع 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 شو بدك؟ شو عم تعمل بالليل غرفة مرت عمي؟ عندك للسر مطرة؟ بير غميق هيفاء، صار لها عم تنق عليكي شي شهر، بدها 500 ليرة مشان تشتري بيت نجان تساوي مقدوس، وأنا كمان ميسون عم تنق علي بدها 500 ليرة.
وانا ما حسنت امن لي هون، قلت لحالي ما لك غير مرت عمك تدينك 500 ليره. والله انا رايت غير مرت عمي تعطيه 500 ليره، وانا قلت لحالي انه مرت عمي ما راح تعطيني 500 ليره، لذلك فكرت اسرق ونسرقها. تعب شو عليك، تعب شو عليك، لك احنا بنقول عجاج شريف، عجاج شريف، بدك تثبت تهمي على حالك يعني؟ لا مو هون المشكله. لك وين المشكله؟ انت بتعرف اذا كان الواحد يعني الانسان عايش ولا ميت؟ طبعا بيبين النبض. يمكن ها يمكن قتلت ريبال ومرت عمي. شو هالحكي؟ جريمة قتل كمان؟ اتأكد، بجوز بجوز ما يكونوا ميتين. تعال علي سبقني. يلا شو هاد؟ ليكم خالصة اعطيتك عمره. طيب ريبا كمان اعطاك عمره. نعم على هالشغلة. شو بدنا نعمل هلا؟ راح اتصل اسعاف ياخذوه والشرطة ياخذوك. يخرب بيت قلبك، شو شرطة؟ مع شرطة بدك يعني تختخ بالحبوب؟ لك ارتكب جريمتين قتل بدي ينزل اطلق يعني؟ نبيل عديل ما تواخذني، انا ما احب يكون في شهود، حتى اسألهم اذا بدك. نعم على المصيبة. كنا باثنين صرنا بثلاثة. يا ريت انكسرت ايدي قبل ما افكر بالسرقه. يا الله سيدي يلي صار صار، شو عاد ينفع الندم. يا نبي عجاج تعال شوف شو عم تعمل هون. نبي بتعلي. لا حول ولا قوه الا بالله. يمكن ها يمكن زاد عدد الضحايا واحد. شو قلت؟ لا ما قلت شيء. شبك ليش هيك؟ شبك هيك خايفة ووشك مصفر مع انه لا في ضو ولا في ما في ضو؟ نبيل طلع وصار له ساعة ولهلا ما رجع، خايفة يكون صار له شيء جوا. وصار له شيء بس مو جوا. لكان وين؟ عندك للسر مطرح؟ بير غني. هيفا صار له شهر عم تزن براسي، بدها مصاري مشان تشتري باذنجان، بدها تعمل مقدوس. معها حق، هلا جيبوا باذنجان وعملوا مقدوس لانه هلا مو اسمه. لك مو هون المشكله. وين المشكله؟ لك انا ليش عم عن قلبي واشرح لك؟ انا مشكلتي انه ما بحب يكون في شهود. ما لك مصدقتيني اسأليه؟ ها اسألو. شو عملت بحالي؟ يا ريت انكسرت ايدي قبل ما افكر بالسرقه. كنا بثلاثه صرنا باربعه. جبان سامحوني اذا بتقدروا تسامحوني. نفدنا هالمره. مرحبا عجاج، شو لساتكم سهرانين لهلا؟ ايه سهرانين. شو جابك انت هلا؟ خير ان شاء الله ما في شيء؟ ايه في شيء، تخانقت انا ونديم، العمى صاير ما بينطق بحياته، ما بقى يشوف في شيء فعلا الا اذا اعتذر. حتى لو اعتذر ما بقى يشوف وشك. لا اذا اعتذر بسامحه. ما راح تقدري تسامحي. لا بسامحه مثل كل مره مثل العاده، المهم يفهم غلطه. لك عم اقول لك هالمره ما راح تقدري تسامحي. لك شو فرقت هالمره عن غير مره؟ فرقت انه انا ما بحب يكون في شهود. سلام. قتلتني يا مجرم. شو عملت بحالي؟
يا ريتها انكسرت ايدي قبل ما افكر بالسرقه. كنا باربعه صرنا بخمسه. اهلا اهلا. اجا السادس. مساء الخير عديل. مساء النور. شفت نزيها شي؟ نزيها جوا وحده خوثه. يا رجل قلت لها بدي اتجوز عليك قامت جنت. انت عم تحكي جد ولا مزاح؟ لكن طبعا عم بمزح. انا طالع بايدي ليش على وحده حتى اتجوز تنتين؟ بعد اليوم لا في وحده ولا في تنتين، لا في نزيها ولا غير نزيها. ليش زعلانه كثير مو بالله؟ مو زعلانه. مبسوطه؟ ما بعرف مبسوطه زعلانه، العلم عند الله. قبل لما كنا نزعل انا وياها دغري كانت تدفي. ها زمان، ايام زمان غير هلا، هلا ما عاد في بسط ولا عاد في زعل. ليش شو فرقت قبل عن هالساعه؟ فرقت انه اني ما بحب يكون في شو. اغراض مرتك هدول ما؟ يا حبيبة قلبي يا نزيه يا بعد عيني. آخ فوق فوق ولا تحت بدي اشحطك لجوا. كسرت ايدي قبل ما فكرت بالسرقة. كنا بخمسة صرنا بستة. اكيد اعدام. شي وين اختفى هذا بنص الليل؟ اكيد صغير ماشي. نزيها يا هون. كيفو صاروا سبعة ولي على بعضي. شو عم تعملي هو؟ انشغل بالي عليك، قلتي حتى خبر امي. وليش حتى انشغل بالك علي؟ شافتيني ولد صغير؟ لا مو ولد صغير، بس عجبه فجأة اختفيت من البيت، خفت يكون صار معك شيء. ما صار معي شيء، ما صار معي شيء. امشي امشي. عجبه شو كنت عم تساوي عند امي؟ لساتها سهرانة؟ لا مو سهرانة، الله يرحمها. شو الله يرحمها؟ شو ولا مزح. هيفا أنا ارتكبت جريمة شنعاء يا هيفاء. مجزرة. مجزرة إيش عجوة؟ قتلت صهورتك اثنين وأخواتك البنات التنتين الشنعيفة والفستوكة وأمك وريبال الله يرحمه. عجوة عجوة بلا مزح خليص، بعدين هلأ بصدق وبطلب لك شرطة. شرطة؟ قلتي شرطة ما؟ أيه كان شو بدي أقول لك يعني صفت شوكليتة؟ حبيبتي فيفا ولا أنتي؟ إلا أنتي، بس لازم تعرفي إنه أنا ما بحب يكون في شهود. هاي شو هاي؟ عصاية. وهيك؟ أنا ما كنت عم تمزح يا مجري. وانت تنحطي هون. تعي حبيبتي تعي. فيفو فيفو يا ريت انكسرت ايدي قبل ما افكر انه اسره عشان 500 ليره. انا جبت لها 500 ليره. كنا بسته صرنا بسبعه. يبليني بقتلي فيفو حبيبتي. لا لا انا ما بقدر اعيش بلا مره. جبت لها 500. أهلين أهلين عمي أبو
الغصب فوت. شبك شبك كأني جاي أنا اتمشى. وين مرت عمار؟ مرت عمي ما لا شف ما مرت عمي مو مو هون. أنا مريت على المطعم شفته مغلق. أنت إجي شوف ليش. ما حدا جاب لي سيرة. هاي فوينا. شو بدك بهيفا؟ خليها تروح تساعد ام غصن بعمل الكبه، عازمنا عندي اليوم على الغداء ابو حازم وابو صبحي. ام غصن لحالها بتكفي وبتوفي لابو حازم ولابو صبحي. لك لا ام غصن حبه بعمل الكبه، لك ليش انا بكرهها لام غصن هيك عن عبس؟ هيفا مو لكن وين هيفا؟ هيفا طلعت ولهلا ما رجعت. لك فين رجال ما بيعرف وين مرته؟ انا رجال؟ ما بعرف مو هون. ماشي عن إذنك. بيلحقونا قبل ما نرفض أنفاسنا الأخيرة. كأني عامل لك شي عملي. لأني عامل عملي ولا شي. خير خير شو بدك؟ ليش ما حدا عم يفتح؟ لأنه ما في حدا. لو في حدا كان فتح لك. لك شلون ما في حدا؟ هلا أنا تلفنولي. شلون بدي تلفنولك؟ من أنت؟ أنت عندك تليفون عم غصن حتى تلفنولك؟ من نقيفة. من نقيفة على كل مواعيد شغلي من فوق معناتها تلفنولك؟ يعني البحصة مو من عنده؟ لا مو من عنده. لو من عندهم كانوا فتحوا لك. قلتك هيفا ما رجعت؟ شو مخريه بايدك غرايه؟ يخرب بيت قلبك على الايد مثل الكلبشه تضرب من بين رؤساء الاقلام. لك هي مو كلام هي نقافه هي. لك فلت قبل ما تنفض انفاسك الاخيره. لعما ما غلصك من بعد فيها مكتوب يا رب تصد. معليش ولو ان ابو غصن غريمي بس إذا بينقذنا عفورة مني إله هدية ما من وراها جزية. الله لا يوفقك يا عديد. قولي
لك فلت برتنا يا حوا. ايه لك فلت يا اخي. والا اذا مت زمان فلا نزل المطر. التليفون لك اللي بريتين ورا بعض. خير عمي ابو غصن؟ شبك رايح جاي عم تغربل؟ شو القصه؟ ليش ما عم يفتحوا الباب؟ ما عم يفتحوا الباب لانه ما في حدا. لا في حدا وعم يتلفي. معقوله تكون الدنيا عم تشتي بحص اليوم؟ اعطيني هالشريطه لجي. شريطه ايش؟ الشريطه اللي بتفتح فيها الباب. انا ما بفتح باب بشريطه. لا تقول لي انا بعرف، افتح الباب احسن ما اخلعه انا. ماشي عمي ابو غصن بجرب بس ما بوعدك. هيفا لسه ما رجعت؟ رجعت ولا ما رجعت؟ ما رجعت. ايه ما مش معلوم مش وسطي. قالي بروح في السنة ريبالهم عم لي قهوة تبرني. ولي راسي جوع بجاني وليه؟ قوم مساوي لي قهوة خليني اصحى شوي. قوم ريبان. العمى؟ ايش هالكتل هون؟ شو جابن هون؟ زيها؟ شو بس انت وياه؟ شو هاد اللي عم يضوج؟ شو جابك لهون؟ امي؟ امي؟ لا ابوك ميسون. امي امي شو جابك لهون انت الثانية؟ شو هون ليش؟ هون المستشفى. امي امي تروحي لا يا شو جابني لهون؟ اخر شي كنت برد ديار انا وشي برق برق وتخبى بين الورق. سيف لك مو هالزيرة عمر واقع. سيف اللي جرأتك ورقبتك. امي العمر شو جابوا لهون؟ مو تبعاتي هدول. تعال اشوف شو مو تبعاتك هدول. شو انتقلت حاويت الزباله لهون لك؟ قوم لريبا لشوف. ريبا قوم لشوف. ابو غصن جيت والله جابك يا ابو غصن. فهموني شو القصه. انت احكي لي يا ريبا مين جابكم لهون ومين شلعكم؟ بس انتو جاوبوني انتو وانا شوف. ليكو الحق يا ليكو. لا ذكرت ولا عجاج ولا عجاج. فو فو تفو. عزوي شباب؟ بشو شعري؟ ما في شي بس كنت عم فكر كيف بدي أأمن لك 500 ليرة مشان تشتري باذنجان مشان تعملي مقدوس. شلون بدك تأمنهم يعني؟ روح اشتغل. عم فكر وين بدي لاقي شغل. يعني ضروري أنا أروح بالليل أسرقهم لما بيكونوا الكل موجودين؟ العمى شو غبي. بروح بنهار لما ما بيكون في حدا. يلا بالبول حشين خلص على النوبة. يلا سوان يلا شفا حبيبتي. يلا ربنا قد باب الله يصنع يالي يجعل صباحك اشطر يا غريبة. زرقتها جوا. شنو ما طالعة؟ شنو بدها تطالع؟ تليفون. ايه قاعدين نحن السماعة لانه نحن. الو
نعم. حوالي مالية؟ لا تكونوا مخربطين يا أخي، أنا يا حصرتي مالي حدا يبعث لي حوالي مالية. مو كبرة عن مصاري عيني، بس أنا ما بدي أحط آجار طريق رايحة جاي وتطلع الشغلة غلط بغلط، تكون مو إلي كمان. بلا عفراء البرعود. ربع ساعة بكون عندك، سلم لي عينك، شو ذكي. نزيها شو جابك هلا حبيبتي؟ خانات انا ونزيه، هالمره لو بيبوس ايدي وشو قفا ما عم ارجع له. تقبريني هلا مشوار كثير كثير مهم، عدي عند هيفاء هلا قبل ما اجي انا بعدين بتحكي. ما بدي اقعد عند هيفاء، ما بدي اشوف حدا، ماني نايمه كل الليل بدي نام. بعدكم داء السل، انت بدي ارتاح من بلاويكم انا، تعي فوتي تفضلي. تحيي. بريد خانه تروحوا قتلي. تحمى لحظي على الساعة اللي تجوزت فيها. الرئيس قلم قال ريتو القلم يفوت براسه. يتقبشيني ما أحلاكي. الله نحفاني شوية نزوها. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله، وش اللي زعلك مني؟ احسن شيء الواحد ينام في غير حضن امي. يا امي حوالي بريدية إن شاء الله بتتحول لعين تبعك، شريطة أحسن وأسلم لك هيك بدون جرائم قتل وبتتسجل ضد مجهول. شو عم تعمل هون؟ يبلي يا بيقتلها. لك يبليك بداء السل، مين ما كنت تكون؟ اجت الحزينة لتنام، ما لحقت تشوف المنام. دمرتك مين ما كنت تكون، جينا للنام. اف نديم نزيها. قولك انت دغري بتصدقي، لك معقول اتجوز عليك يا نزيها؟ مزحه ومزحناها يا مخلوقه. ما في دخان بلا نار، بعدين انت ما كنت عم تمزح، انت كنت عم تجربني. لك شو انا مجنون يعني؟ بعدين اذا بدي اتجوز ما بقول لك يا نزيها. حتى لو كنت عم تمزح انا ما بحبه للمزح، لا بحياتي مزحت مع حدا ولا حدا مزح معي. خلص نديها مسحوبه غلطه ونديم ندمان عليها، قومي خلينا نروح على البيت. ما حلو، خلينا نستنى امي لترجع. ليش امك وينها؟ مو هون. قاعده لوحدك؟ وين؟ اوضه النوم.
بدي. وين عجاج؟ مو هون امي. وين راح؟ راح يدبر حق باذنجان مشان المقدوس. خير امي؟ ليش شوفي؟ مدري مين اتصل فيني وقال لي انزلي الك حوالي ماليه، انزلي قبضيه. هالصوت بيشبه صوت عجاج. قديش الحوالي امي؟ لا في حوالي ولا شيء، انزلت مثل ما قالوا لي ومثل ما اعطوني العنوان على التليفون، قال لي ما حدا اتصل بحدا يا اختي، نحن ما اتصلنا بحدا. بيكونوا مخربطين امي، تفضلي فوتي. ما بدي فوت، نزيها جوا مكان اي وجوزها، فوتي راضيه بكلمتين، ناقصني لانه انا. حاضر امي، بس يجي المفتاح. لا تطولي يلا. نصيحتي لا تبتلي ولا تعتلي حبال الهوى، كم ابتلي ذاق النوى ومر الهوى كم ابتلي. خلصت أناديم، فهمنا انك كنت عم تمزح. انا مو مشان المزح، مشان هذيك الثانية. اني ثانية؟ اللي قالها توفيق الذقن للحرمة بالفيلم امبارح. انه بيحبها؟ ايه. وانا كمان مثل الحرمة اللي قالت له لتوفيق الدقن بالفيلم امبارح. انها بتحبه؟ ايه. نصيحتي لا تبتلي ولا تعتلي حبال الهوى، حبال الهوى كم ابتلي، كم ابتلي ذاق النوى ومر الهوى كم ابتلي. نصيحتي لا تبتلي. شو عم تعملي؟ اختي ولا مرت عمي؟ خلص مرت عمي، رجعت المي لمجاريها منيح. مين فاتح باب الغزاله؟ ما بعرف امي. انا شو غزانه؟ شلون ما بتعرفي؟ انا مسكرتها بايدي قبل ما اطلع. شو قصدك مرت عمي؟ يعني نزيها اللي فاتحيتها؟ ايه طبعا، عاملينه هذا الفيلم خصوصي مشان تسرقوا لي الشنتاية. طولي بالك امي، معقول يعني نزيها ونديم هن لي؟ ايه معقول، ونص شنطه فيها 100,000. انا بفرجيكم حتى الفيل لابو الغصن. يا بنت الناس يا بنت الناس، جارتنا واستنجدت فينا، شو ما في وفاء؟ عندها أسهرتها. شو كان يقول لك المرحوم أبو غصن بس تعصل جي معه؟ ورق در أمام سير. جورية عيوني ورق در لشوف. أصلا أنتو هذا اللي شاطرين فيه يا هرجر، هو ورق در أمام سير. حاضر. أصلا أنا هذا اللي حرق لي قلبي. أح اثنين أحتي. نعم، مين حضرتك؟ أنا محل أبو غصن. أنت رئيس المخفر الجديد؟ لا أنا جوز أم غصن الجديد، بشتغل طيان. أنا بدي شرطي مو طيان. أحيط يا هيك النسوان يا بلا ما تكون، من شي قليل كان أبو غصن يموت بدبليبك. طول بالك صاري، هلأ بتبين الحقيقة. أنا ما بسمح لحدا يطعن بنزيهتي ونزاهتي. أنا خزينة الدولة مفتوحة قدامي، عم بتقول لي خذ، ما بمد إيدي. الناس صار عندها فلل وسيارات، إلا أنا الوحيد مضطر أتجوز نزيهة لأنه عندها بيت. هلأ طلعت متجوزني مشان البيت؟ هلأ أنت لاحقيتنا على الكلمة، قلنا لك مثل ما قال توفيق الذقن. لك اسمعوا على السمع، قال أبو غصن طلق أم غصن. شو رح تعملي أمي هلأ؟ بدي أتصل على المخفر، مضطرة بدي أحكي مع أبو غصن. ألو مرحبا، أعطيني أبو غصن. شو هالحكي؟ من أمتى؟ وإذا واحد ما سرق له شي لوين يتصل؟ شو؟ بلا حكي فاضي؟ هالفخار يكسر بعضه. شو أمي؟ قال ما في حدا بهالاسم. لك أنت مو بتعرفي لأبو غصن؟ بعرفه، شلون ما بعرفه أمي؟ يلي رد على التليفون قال بالوجود ما في واحد اسمه أبو غصن. مو ضروري أبو غصن، يجي حال لشرطي. لك أنا شرطي؟ قال سكروا للمخفى وفتحوا محله دكانة، ما عاد في شرطة بالبلد. أمي وإجا صارت جريمة، مين بدك يكشفها؟ قال فخار يكسر بعضه. مو فخار يكسر بعضه، أنا لازلت زوجة لأم غصن وأنا لازلت رئيس مخفر، بس في واحد عم يحاول يشيلني من الوجود مشان ما أفضحه. طلعوا لعجاج، طلع من عندك لشوف. أنا سيدي. إيه أنت بتشيلني من الحياة مشان 100,000؟ أخطفو فو عليك عجوي. عجوي بسم الله الرحمن الرحيم، شو بك اليوم؟ شي كنت عم فكر، قلت
الطريقة اللي بدي أعمل لك فيها 500 ليرة مشان تشتري بيت نجار مشان تعملي مكدوس. عجوة حبيبي، يعني شو الطريقة؟ روح اشتغل. ايه عم فكر بالطريقة اللي بدي اشتغل فيها. نديم ونزيع شو بيجي بيعملوا عند أمك؟ ما عندهم بيتي قوية. أنا ليش عم عذب حالي؟ في طريقة أسهل. مرحبا مرت عمي. يبعث لك قتلك ويضيع الغريم شيتك. نقزتني، مين فتح لك الباب؟ مفتوح الباب لحاله مرت عمي. شو بدك؟ سكي حتى ما تقولي عجاج بيجي وايده فاضي. لك تعيش وتجيب لك عجة. ها يا حبيب قلبي. لك شو بدك؟ طيب شغلك مرت عمي هادي. لك شو عم تعمل؟ عم سن السكين مش افتح لك القاجوزه مرت عمي. لا تعال اقول لك لا تفتحها، ببيع لنا اياها ابو شهاب 5 ليرات ما راح يمغصونا. مرت عمي انا بشتريها منك بضيفك اياها. صبرني شو زكي، هات الخمسه. هاي خمسه. سيك. لك شو عم تعمل؟ مرت عمي شو عم بعمل؟ لا تحوص وراي، بيعرف اطبخ. ما عم حوص. لا حرام. لك شبان مرت عمي بدي وين الكاسات؟ بدي كاسة. ما بدي انا بحب اشربها هيك. ما بصير مرت عمي، شو تشربيها هيك؟ ما بصير تشربيها هيك، انا لازم صب لك بكاسة وتشربيها بالكاسة. شو ولد صغير انت؟ قلت لك بدك تعلمني الاصول هلا مشان 5 ليرات هذا ما تكون جايب لي كندرة. طلعني شو بتعمل فيني؟ كنت تروح عيناي. ماشي مثل ما بدي. شو ها؟ سمعتي؟ شو سمعان؟ ما سمعتي؟ لا ما سمعان. كأن الباب عم يندق. لا ما عم يندق، ما عم يندق. لا عم يندق مرت عمي، روح افتح انا. لا شو تفتح انت؟ بركض عليهم الايميل. افتح انا بفتح. هيك ب 24 ساعة ما بقت فتح عيونك. لكني شنوك من بب وعينك عجاج، ليش هيك بتحب تشتغل فيني؟ ما في حدا بكم عواص. مرت عمي فتحت لك اياها اشربيها. ما بدي. كرمالي. جعبالي شرب. لك انا تسخني، خدي لك شفه. لك ما بدي ابدا. اي شفه وحده. لك بس شفه. اشربي شفه مرت عمي. بس صراحة معي سكر، ما بدي اشربها. هلا بيجينا ضيف من ضيفه وياها. شو ضيف ياها بينام؟ مرت عمي مو مشكلة، مو مشكلة، مو مشكلة. أنا جايب لك وحدة دايت خصوصي للي معه سكر. ورهجة هي تبع ال 15 ليرة وهناك بنعطيها لأبو شهاب بيبعنا إياها، راح يمرسونا ال 15 ليرة. شو فيها هي مرت بي؟ مرت عمي أنا بشتريها منك بضيفك ياها. أخوك. خلي لي الزكي أنا. 15. شو ها؟ رد ندق الباب. عجب بقى لا ندق ولا شيء. ندق انا سمعته. ايه انا كنت سمعته. لك مرت عمي انا سمعته، انا كنت فتحت الباب بس خايف يكون جايك ضيوف مهمين عليهم الايميل. معك حق. طرح جمل هي 24 ساعه ما راح تفتح عيونها. ما في حدا. منين تسمع انت؟ سبحان الله. مرت عمي بيكون شي ولد ازعر عم يدق الباب وبيهرب. احوال مو مشكله مرت عمي، انا فتحت لك اياها اشربي. وجع على بالي. لك اشربي لك شفه. وجع على بالي عجاج. لك انا راح تتسخني، اشربي لك شفه. اتركني لا تغلظ علي، صار لك ساعه ومتحملتها. مرت عمي بدك تشربي، يعني بدك تشربي. بدك تشربي شفه واحده. لا تلوتني بيك. ما راح لوتك تفتحي تبكي. ما بدي اشرب. شفه شفه مشاني. لك عجاج لا احكي لك، هاي فيها مواد غازيه، ما بقدر. ما بتعرف شو بيصير فيني اذا بشرب شيء غازي. خليها منضيف على شيء واحد. شو خسران انت؟ طيب شو سامحين لك الدكاتره؟ بكل شيء ما عدا المشروبات، باللحمه البيضاء والمفروج المسحه.
ماشي ماشي، انا رح اجيب لك فروج مسحب مشان يصير بيناتنا خبز وملح. عطلك داء. داء السن يا عجاج. ولك اليوم ليك داء السن. في فوق حيفاء لك هاتي اعطيني 200 ليرة. مشان شو ال 200 ورقة؟ لك انا بلا اسئلة، اعطيني 200 ليرة حبيبتي. لك شو بلا اسئلة عجوة، جمعنا 300 ورقة من حق المكدوسات، الصبح اخذت مني 100 وهلا بدك 200. لك حلي عني اياها، لو ما في ضرورة ما كنت قلت لك وين حطيتي. شو عم تعمل؟ شو بدك؟ لك ليكن ليكن هون، تفضل هاي 200 ورقة. ماشي حبيبتي، لك علي ما رجع لك حق المكدوسات والجوزات فوق، اخذت منك 300 رح رجع لك اياهم 1000. ماشي؟ امن شو؟ بدي تعبد لك لبني شطور. وأريد تنوم. هلا وقت فروج المسحب، مالك شايفون على الكراسي مطرقين؟ خير؟ فت على الحمام دقيقتين رجعت لقيتهم نايمين. ليكون شربوا خازوز؟ ايش الكازوز بنيم؟ لا ما تعمي هيك سؤال. تعا عجاج حاط معي، بنفوت كل واحد على اوضته احسن شيء. منسوب منسوب شو الحبايب لزقته لزق بالطابق. مرت عمي خليهم نايمين هون مرتاحين مبسوطين هون شايفون. انا لك وين بدنا ناكل نتسمم؟ ناكل بالليوة. هات قنينة مي لقلك احسن شيء. نقية بعدين. هيك 24 ساعة ما بتفتحوا عيونا. وافي وافي مرت عمي وافي، لا تاكلي بدك تشربي لك شفة. اشرب بعد الأكل. أنا مرت عمي اشربي لك شفة، مو صحي قبل الأكل، بعد الأكل أحسن. لك غبة واحدة مرت عمي. لك حتى تتغلظ علي يخرب بيتك من شي زين. بدك تشربي يعني بدك تشربي. ليش غبت يا علا؟ بدك عم تتغلظ علي روح بدا. عنا مشروع فرج مسحب. اي الله بس ما تم العطش. وقفي وقفي خربة، احنا ما بنشرب الاناني بنشرب الحنفيات. معلش خليها تشرب. شو انا وشو هيفاء؟ اشربي توبريني بقطع عن تمي وبص. يلا طالما اجيت لازم تنام. عجيك لي يطلقني رح اشبع انا. يلا جاي امي. تعالي حبيبتي تعزب الله. عم بصلك فخن؟ لا ما بدي فخده امي. بحب من هيئة. كل حجوة. لا معلش كله كله انتو. بصتو. نعم. ما بدي انا. لا ما بزعل امي. انا بحب تشوف. تشوف شو بده يصير. صاروا اربعة هلا. امي. خليلي قصتي لبعدين. انا نعست وبدينا. لك شو هالسحر ها؟ مين ما فات على البيت اوام بينام الا انا وانت عجان. مرت عمي انا وياكي معاكرين الحياه هنن. لا شو دخل معاكرين ولا مو معاكرين؟ انت كمان افتح لي هي غصتهم اخيرا. ها تقبشيني. والله اشربي اشربي. رح يقول بيجموا ريحة الفروج على سفر سنة. لا تفتح انا بفتح لها. انت اكيد نزيها متخانقة هي وجوزها، رح يصيروا خمسة. اهلين نزوجتي حبيبتي. مرحبا امي. رح تصير من المي طال شريقي. تعتي
هالمرة لو بتطبق السما على الأرض ما عاد ارجع له لنادين. لك تروحي قتل انت وياه على هالخناق اللي صاير بيناتكم مثل الديك والدجاجة. ريضة تقضي. امي عم تاكل فروج؟ كلي لك لقمته. ما عم تلحي. شبني نعست؟ مع اني نايمة منيحة. صاروا خمسة. لا عم. سبتي انتي برتعبي. صاروا ستة. مشان تتسجل ضد مجهول بدي افتح بشريطة تريرينينا بشريطة. انا قديش بكره هذا ام غصن كثير عم بتكرهها. بس ما بيمزح معها هيك مزح. انسان هي يا اخي انسان مو حمار. طيب يا ابو غصن اذا الواحد ما مزح مع مرته مع مين بده يمزح؟ يمزح مع صاحبته. واللي ما عنده صاحبه؟ اللي ما عنده صاحبه يمزح مع... خلصنا يا اخي فوت بقى خلصني. لقيت فوش الباب مفتوح. شو عامي الباب؟ شو هاد نوم بالجملة؟ معقول نايمين أبو غصن؟ أكيد حدا منومهم. الحقني لإلا دكتورة؟ دكتورة؟ دكتورة ميسون؟ ما عم تحس؟ أستاذ نبيل؟ أستاذ نبيل؟ لك تفوش معي بركي بحس. جملة إلا أكيد فين نبيل؟ ربال؟ لك ربال؟ ربال؟ كمان ما عم يحس. ويش عرمي شوارب وترك لي اياها معك دليل. ربال؟ لك انا ابو غصن لك ربال؟ نايم. وهي ثلاث شعرات تتركن معك كمان دليل. شم؟ من قلت لك في شيء هنيك في كولا وهم في كولا والكل نيام. الحين لا هيفا مدام هيفا مدام هيفا ما عم تحس. عفورة عفورة مدام عفرة شايف لأنه ما انطفى. نزيها مدام نزيها ليك جوزك. مسيك اشرب. ماني عطشان. اشرب مشان لحتى يتأكد. من شو بدك تتأكد؟ انت نمت انت هلا المي اكيد فيها منوم. اشرب لشو. وبلكي كان فيها سم كمان احتمال. وبلكي متت. طمن موت وانت مطمن. اللي حط السم بالمي لابد والا ان يلقط بيد العدل. طمنتني. اشرب لشو. اشرب السام. اكرع كتير. خذ لك قرعة السام. يا لطيف. صابتني النعوسة. ارتاح على الارض. الدنيا شو بتقولك. يا عجاج اطلع اطلع اطلع.
عمي ابو غصن شو عرفك اني انا هون؟ الكل بيعرف انه بدك تشتري بيت دنجان وما معك مصاري مشان تعمله مكدوس. لك انا ضروري نايم الكل اذا بدي ساوي بيت دنجان ضروري اسرقه. قلت لحالك هي ثالث مره عم تفكر بالسرقه، رابع مره اكيد رح تسرق ورح تصير الشغله عن جد. امشي معي لشوف. عجوه؟ شبكي؟ عم احكي معك وين شارك؟ فكر كيف ندبر 500 ليرة مشان نشتري باذنجان مشان تعملي لنا مكدوس. اروح احكي مع امي بركة دم بتعطي؟ خبيت قلبك شو جبال ما لقيتي لي غير امي؟ عم اقول لك بركة دم ولا علا جرة وبركة دم ما عطتنا؟ ايه ان شاء الله عمرنا ما ناكل مكدوس، ما بدنا مكدوس. لك ليش ال 500 ليرة؟ مرت عمي بدنا نشتري باذنجان يجبر خاطرك، يجبر خاطرك بدنا نعمل مكدوس. عجل شو بيعملوا لك ال 500 ليرة؟ اطرمي زين ما بيعملوا لك. لك شو عايش بين الناس انت؟ مرت عمي عايش بين الناس بس شي منه ولا كله. تكرم عينك على عيني وراسي. مسيك عجل خود عمين مكدوس ساوي اربع اطرميزان مشان ما تنقطهم. مسيك الله يجبر خاطرك. يجبر خاطرك يا مرت عمي، يجبر خاطرك. هاي ألف تانية، عمين مونة تكفيك كل السنة. خليناك، خليني بوس رجلك مرت عمي. الله يخليك. لا لا، بوس خو هي، خو دعجل. حبيبي، اشتري لبنة وكبت العلف. دعبله؟ دعبل اللي بدك اياه، عشان تكفيكم كل السنة. بدي بوسة، بدي بوسة. لا لا عجل. حبيبي. بوسة. خليناك يا مرت عمي. خليني خلصت بقى خلصنا. مرت عمي عززني بليك بقى خليني هاتي خلاص رح تبكيني. الله يجبر خاطرك الله يجبر خاطرك. عجاش خود هي المئة ألف ليرة كلها خدها لك. مئة ألف؟ ايه مئة ألف. يجبر خاطرك فستانين كندرتين اشتري لك طقمين ثلاثة تبهنك مثل ما بدك كل اللي بنفسك حبيبي اشتري. الله يوفقك. مرت عمي شوفي شو بدك يكون مزورين. مرت عمي طربة تخلع الرقبة شيتك انا بشتغل بعملة مزورة انا. الله يجبر خاطرك الله يوفقك يا مرت عمي الله الاولاد. عجوه قوم حبيبي. وين؟ شو بدك ناب الطقم؟ ايه بدي ناب الطقم بدي جربه. طيب قوم اشلاح الصباط. لا حبيبتي الصباط لاحس لي رجلي بدي اياه يتوسع للصبح. اي مثل ما بدك حبيبي. في فوق؟ بدك تنامي بالفستان؟ شو انت احسن مني عجوه؟ بحياتي ما لبست هيك فستان. والكندرة؟ لا حسيت لي رجلي حبيبي. صباح الخير. وانت بخير. شو صار لها؟ خبطتها هيك اجت على الحيط وقعدت بالارض مدري شو صار لها. هيفا يا هيفا هيفا يمكن ماتت مرت عمي اكيد ماتت. عجاش ما بدي شوف. كسرت ايدي قبل ما افكر اسرق. شو عملت بحالي انا؟ شو عملت بحالي؟ عفوره
عفورة لك ايه شبك؟ لك شو شبني؟ بايش صافني؟ ما عم ترد يا صلي ساعة عم حاكيكي. عم فكر منين بدي جيب حق باذنجان، بدي ساوي مقدوس. انا بدي جيب حق باذنجان تعصموا على السمعة، ما حد 100,000 ليرة بالشنطة. عطيتهم لعجاج، ما حلوة روح ارجع اطلبهم منه. انا ليش لحتى اروح بالليل؟ بستنى الكل حتى يطلعوا وفوت. مرحبا ريبال. ليش بقى؟ هلا هيك صار البودي؟ يلي بيقول لك مرحبا بتقله ليش؟ لأنه أنت واحد مثل حكايتك، ما بيقول مرحبا لحدا إلا إذا قلوا من وراها منفعة. يعني بدك يكون وراها ضرر؟ هلا لا تأخذ وتعطي معي، قول شو بدك وبلا فزلكي. بدي أحكي مع حرمتك بموضوع. بعتقد لما بيكون في رجال بيحكوا مع الرجال ما بيحكوا مع حرمته. ها؟ يعني أنت الرجال؟ يعني أنت اللي عم بتحل وتربط؟ إيه أنت معلقينك للزينة فقط. لك أنت اظهر مالك على الأم بين إيدي ولا مرة، لك أنا تبع الهند امرأة، أنا تبع السفن توب. لا تقل لي سفن توب ولا موت. ايه ما عدا من مؤاخذة يعني. ما في تشوف بدي فوت غصب عنك، بدي احكي معها موضوع مهم. ما بتفوت الا على جثتي. لك ريبال انت ومين عم تتعيط؟ طيب. لك ما بتفوت يعني ما بتفوت. مرحبا ست عفرة. ليش؟ هلا هيك صار الموديل؟ يلي قول اللي عندك ونقطة انتهى، بلا شو اسمه؟ أنا طول عمري بحب لكم الخير، بس أنتم ما بتحبوا لي. ها مبين قديش بيحب لنا الخير، لذلك بينشر لنا كل خازوق قطع من الثاني. مشان هيك رح اعوضكم عن كل شيء صار خوازيق، شغلي فيها ملايين. ملايين شو؟ قبل ما تقولي لي فوت ما رح احكي. فوت. قبل ما تقوليها من قلبك ما بفوت. فوت، انا قلبي بلوعة بنزين بس ما بدق له المرش الا لحتى اعرف ليش وبين وبقديش. بعلمي قلبك على المازوت من امتى صار على البنزين؟ طورنا حبيبي، مو مثل حكايتك اخترعوا الذره ولساتك على الجله. ريبال اذا بتريد. قلت لك ما بتفوت الا على جثتي. خلاص ريبال بعد له. لك عم يقول انا لا بحل ولا بربط. هلا اذا قال خلاص، انت طول عمرك وطول حياتك بتحل وبتربط، ما عنده غير الشغله اصلا. سمعت باذنك، انا هون اللي بحل وبربط، فوت شغلي. مش هاد من اولا فوت تغري بالموضوع، بعرفك ما بتحب تضيع وقتك انت. ايه مو قبل قهوة اهلا وسهلا؟ لا يا ابو شعب انت مو غريب، بيت بيتك. شقتي اللي بالمزة بتعرفيها؟ ايه عرفتها، هي اللي بتأجرها للفايت والطالع. انا ما عم بأجرها للفايت والطالع، انا عم بأجرها مفروشة. لكن ليش الشرطة فايتة طالعة؟ مو مشانها؟ ايه ما عم بتوفق بالمستأجرين، شو اعمل؟ المهم من كم يوم اجالي مستأجر من برا، سري من الاسرياء، صحح لنا منه هبشة. هبشة؟ هبشة ايش؟ بده يعمل مشروع ببلده، انشاء وتعمير، بده عمال ومهندسين. سألني قلت له نبيل. شبو نبيل؟ بيمسك له المشروع كله، بيصير مدير. ها يعني انت بدك تفهمنا انه انت كتير بتحبه لنبيل. لك مو قصة بحبه ولا ما بحبه، بس نبيل ملتزم، صاحب مبادئ. ابو شاب مو علينا هذا الحكي، لا تعمل لي مبادئ وغير مبادئ، انت طوال عمرك بتضوي شمال وبتكسر يمين. ولا زلت، بس كل صاحب مبدا اعمى، ما بشوف ارض الواقع، بنقدر نلعب من ورا ظهره. واحد تاني ممكن يشفط كل شيء. كل شيء؟ عن شو عم تحكي؟ الشركة بدها 1000 عامل تقريبا، وكل عامل بده فيزا، وكل فيزا ب 100,000، حسبية بقى. يا لطيف. اف شو بتحاش تقففي؟ شو بدك؟ لأنت بدك تضل قاعد ورا الطاولة، مليت من قلة الحكي. يلا ضيتي وخلص، طولي لي بالك. شو عم تكتب؟ ما بدك تقلي؟ عم بكتب مقال رح تهز البلد هز، بدي جرب حظي بالصحافي. مو على أساس أنت دخلت علمي لأنك حمار بالأدبي؟ هالحكي مزبوط، بس بقى الشغلة ما عاد سكت عنها النوب. شغلة شو؟ لك هجرت لأدنى، ما في واحد بيصير بيفهم إلا بيسافر. إيه شو بدك فيهم؟ خليهم يترزقوا. والبلد هون ما بحاجة لها خبرات هي؟ بحاجة، بس كمان هن بحاجة لمغريات وحوافز مادية. إيه بده يخدم بلده، لا بده لا مغريات ولا حوافز مادية، هذا واجبه. نعم،
عاجبه، بس كمان هو بحاجة لقاعدة مادية مشان توفر له حياة كريمة. هو ميت بلاده بتكفيه للحياة الكريمة. بلا حكي فاضي، الواقع غير هيك، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا. لا حارتنا ضيقة ولا بنعرف بعضنا، بالرغم من هالشيء هي حجة للهروب بالالتزامات المفروضة على المواطن. اف كمان اف طيب والموظفين اللي حوالين نبيل شلون بدنا نضمنه؟ ما انا مشان هيك جهل عندكم، مو بس مشان نبيل. شلون يعني؟ كل الطقم اللي حوالين نبيل لازم يكونوا بايدينا، واحد من برا ممكن يخرب لنا الشغل. طيب وين الموظفين؟ جاهزين نديم وعجاج. لا عجاج غشيم، بالعتاله ما مشي حاله حتى يمشي حاله بالوظيفه. احسن، كل ما كان غشيم كان لصالحنا، الفهمان بده حصه زياده. وانت ابو شهاب قديش حاسب حسابك من هالعمليه؟ انا بعرف حدي، الرجال هداك بده النص وانتو اكيد بدكم النص. ايه اقل منها؟ انا لذلك ما بدي غير الكوميسيون. وقديش كوميسيونك؟ 5000 على الراس. مو كتير 5000 على الراس. ايه من 1000 فيزا راح يطلع لكم 45 مليون، اذا طلع لي 5 كتير يعني؟ لك 2.5 مليون بكفوا، خود من هداك كمان. هداك ما هو مستعد ينزل فرنك واحد من حصته. يقطع عمره، بده يفتح مشروع وبده حق الفيز كمان، الله لا يشبعه. لكن من وين مفكر بده يجيب رأس مال المشروع؟ من حق الفيز. خلاص أبو شهاب ما رح نختلف مشان شغلة بلا طعمة، إمتى بدك نشوفه لهذا صاحبك؟ المسا بجي وبجيبه معي، بس أنت زبطيلي قصرتك. لا تخاف، مشان صهورتي أنا بدوزنهم على كيفي. ميسونه اهلين ماما. وين جوزيه؟ شحو تعال البليتا. خير مرت عمي؟ شوفي هات الحلوان. حلوان ايش؟ هات اعطيني الحلوان، اذا قلت لك بروح علي. خلاص مرت عمي وصلك حقك، هم قالوا لي نروح على الدكان. ما في داعي تروح على الدكان، الحلوان معي هون. وبركي ما بده يجيب شوكولاته؟ العمى شو غليظ. خلاص ميسون، قديش حقها؟ السعر للمستهلك 150 ليره. شو وهي 150 ليره؟ هات ابو شهاب، بدي اشتري على كيفي انا، مو على كيفي. ايه مرت عمي الحلوان خلصنا منه، شو بتجاره؟ دبرنا لك سفره لبرا. ياي مين قال لك بدي اسافر انا؟ بدون ما حدا يقول له، حدا بيصح له انه يسافر وبيقول لا؟ يا عيني انا بقول لا. الراتب الشهري فوق ال 100,000 ليره. ويكون مليون ليره. نبيل بدك تسافر؟ يعني بدك تسافر؟ مو كل مره نحن بتصح لنا هاي الفرصه يا اخي. مرت عمي بدك تسافر سافر، ما حدا مانعك. ما يسوي فوتي فوتي لك فوتي. تعال روح انت اطمن بالك، انا بحل لك المساله. طيب وشو بدي اقول له للرجال؟ انت جيبه المسا وتعال ولا يهمك. يلا مع السلامه يا رشاد. قالوا حبيبي انت بتنط فورا لعند نزيهة ونديم، بتجيبهم وبتجي على السريع، ما بتقلهم شي بس. ها فهمت؟ ها اذا بحكي بتعرفيني انت عفورة. عم بيقول لك 100,000 ليرة، سمعته ولا ما سمعته؟ سمعته. انت بدك تشفطني، بدك تجيب لي جلطة، انا متأكدة. ولك بترفض؟ طبعا بدي ارفض، الدولة صرفت علي وعلمتني مشان عمر هون مو برا. اي روح يا الدولة، لو بحاجتك كانت حطتك باختصاصك مو مؤسسة الصرف الصحي. هلا ما في شاغر، بس يصير في شاغر بحطوني باختصاصي. حبيبي لدينا ما يصير في شاغر سافر. وبركي سافرت من هون صار في شاغر من هون. افكر رجع. لا يا بعد ما يكون التزمت في عقد عمل برا، ولا بدك اياني طالع البلد بسواد الوش يعني؟ انا ما عندي مانع مرت عمي، بس ما معي ولا فرنك حطوا اجار طياره ولا حق فيزا. ما يهمك، ما حناخذ منك نحن فيزا. لحظه شوي امي، وين رحت ورطي عجاج؟ لك يا ريت كل واحد يورط الثاني ب 50,000 ليره بالشهر. لك شو استفدنا؟ ايش رح تاخذ 50,000 بالشهر ويطلع عليك كسر بمليون؟ لك كسر شو اصلا؟ هو منين بده يجي الكسر؟ امي لو بدك تشغلي عتال مثل هون ما كنت حكيت شيء، بس رح تشغلي موظف. لا يا هيفا لا لا، انت ما بتريدي لي اطلع لفوق؟ شو انا بهالحياه ما بنفع غير للعتاله؟ مو قصة هيك عجوة حبيبي، بس شغلة العتالة ما فيها مسؤولية، يعني حمل نزل وخلصنا. بس الموظف فيه حسابات، يعني هون زاد وهون نقص، واغلب الاحيان بينقص. يكا ستي ينقص شو هالشغلة؟ يلي بينقص من الخزينة بيزيد بجيبتك. هلقي امي شو ينقص؟ بركة نحطه بالحبس؟ ان شاء الله يحطوه، بيطلع بعدين، بس بيكون صار معه مصاري مثله مثل غيره.
قال لي ايه امي، انا جوزت عجوان مشان يقعد معي هون بالبيت مو يقعد بالحبس. لك لحظة شوي، شبك انت عم تفزلكي؟ شو مفكرتيني كل هالقدغشين ما بيمشي حالي؟ لك حبيبي مو غشيم، بس ما عندك خبرة، ما بتفهم بالحسابات. لا يا حبيبتي، لما بيكون في امك يعني مصاري بعمل استنفار بمخي، لا بينقص فرنك ولا بيزيد فرنك. المهم هلا نبيل محنتر ما بده يسافر، روح اقنع لي اياه. ليه؟ شو بيعرفني حيواني؟ ماشي اتركولي يا نبيل علي، انا عندي حجة بالاقناع. انا كنت متصور كلي ينصحوني الا انت، ما كنت متصور بنوك. ليش لحتى ما انصحك؟ اصلا انا اكثر وحده فيهم كلياتهم بدي مصلحتك. لو بدك مصلحتي ما كنت سعيتي اني ابعد عنك. ما رح ابعد عنك، رح سافر معك. شو بدك تسافري تعملي حبيبي؟ اكيد مثل ما بدهم مهندسين بدهم دكاتره. لا تفكري بالسفر ابدا، انا ما رح اسمح بهذا الشيء. ها على علمي متحرر، تعريف متعصب. انا ماني متعصب، بس اذا سافرتي رح تنزعي سمعه البلد. ايه جامعتنا عم تخرج افضل اطباء، اذا سافرتي رح ياخذوا فكره غلط عن اطبائنا. ليش لحتى ياخذوا فكره غلط عن اطبائنا؟ ليش انا شبني؟ هيك خلصنا ميسون، خلصنا بقى، حاولت نضيق ونعرف بعضنا، كلياتنا عرفنا شلون تخرجتي، يا ريتك تعرفي تكتبي روشتات طبيه مثل ما بتعرفي تكتبي روشتات تنقيل. يا عيب الشوم عليك يا بلبل، يا عيب الشوم عليك. انا الحق علي اللي حكيت لك كمشت عليه مزله، عن اذنك. لا تزعلي ميسون، الصديق من صدقك وليس من صدقك. امي انا بس بدي افهم، شو بدك بالمصاري؟ لو ناقصك كنا قلنا. لك اللي بيسمعك عم تقولي هيك لك مقوصه، بفكر اني داحشه بالبنك شي 20 مليون. ليه امي مو 20 مليون، 4 مليون انت معك. انا انت كل العالم بتعرف انه معك مصاري وحاططيهم بيروت. كلهم 5000 شايلتهم لوقت الدين. لك ما مع مصاري ولا ما مع مصاري، صحتين على قلبها، انت شو دخلك فيها اصلا؟ انت ما ببالي غير تعبني لبن. لازم تعرفي انه مرت عمي عم تسعى لنا بشغله السفر مو لحالها. فهمها لحرمتها. انفهمت ولا 20 عمرها ما تفهم؟ خذي الكلام مني انا الرجال. ايه عجاج مو قلت بدك تروح لعند نبيل تقنعه؟ متهيون كثير. ها لا لا مرت عمي بكير هلا، بفكرني جاي خصوصي مشان الموضوع، بعدين بيكبر راسه. لك شو هالذكاء هذا؟ شو هالذكاء؟ لا مو عادي. طيب عملي بابك، ما فهمتك مرت عمي، شو بدها فينا؟ فهمتني بس انا ما بقدر اقول لكم، بدي اقول لكم هي مباشر من تم لتمكم. كنت تحكي لنا عمي ريبال، ما بنقول لها انك حكيت لنا. لك مو قضيه تقولوا لها ولا ما تقولوا لها، بس انا ما بدي اضيع يعني بهجه المفاجاه، بعدين انا ماسك على شواربي. نديم هدول مو لعبه. اي مزبوط مو لعبه. شرفوا. جيتوا؟ اهلين نزوها. اهلين امي. اهلين نديم. اهلين مرت عمي. وعدكم قلت لهم شيء؟ لك ولو يا عفورة، لك انا تبع الهبتي برتي، بعدين انا عماسك على شواربي قدامي. اكيد ما قلت لهم بشختة. طيب انا قلت لكم شيء؟ شفتي على اسمكم. مرحبا دكتورة. كيفك ميسون؟ اهلين اهلين نسيان. ليش عم تبكي ميسون؟ ما في شيء. شلون ما في شيء؟ ما حدا بيبكي هيك الا يكون في سبب. تعالوا تعالوا على اوضه الضيوف بدي احكي لكم. تعالوا. اخذنا اجازه ساعيه مرت عمي مشان نجي. خير شوفي انا ليك هلا ما راح اخذ منك الحلوان، باخده بعدين، بعرف الدنيا اخر شهر لنا. حلوان ايش امي؟ دبرنا له لجوزك شغل على الخليج. وشو بده اشتغل بالخليج؟ موظف. الناس بتطلع لفوق مرت عمي، ما بتنزل لتحت. لك مين قال لك لتحت؟ انا غير لفوق ما بدفش. انا دخت السبع دوخات مرت عمي، حتى صرت رئيس قلم، بدك ترجعيني موظف من اول وجديد؟ صاحب الشركة اللي انت حضرتك حتشتغل عنده معه مصاري قد دائرة الاحصاء على مرتين. ايه ولو كان مرت عمي، انا من رئيس قلم فوق لموظف عادي تحت ما بنزل. منحطك نائب مدير. ايه وشو جاب نائب مدير بقطاع خاص لرئيس قلم بقطاع عام؟ لك لوح هنيك رح يكون الراتب 75,000، هون ما عم تلحق 5,000. ايه بس هون منصب، هناك طرطور. ماما تقبشيني، تركي لنا لحالنا شوي. فهمي اقنعي لهالدب انه المصاري اهم شيء بايامنا هي. بعرف شو بدك تقولي، بدك يعني اسافر مو هيك؟ طبعا عم تقول لك 75,000 ليرة يا غبي. انا بدي اسافر اكثر منك، ب 75,000 ليرة ببيع مو بس رئاسة القلم، ببيع المدير كله. لك ليش عم تقول لا؟ لك مشان اضربها مني لامك، مشان بس اوافق تقول لي شكرا، مو كل دقيقه والثانيه تقول لي نحن عملناك رجال.
الا عم ضربه. هلا معقول يكون لوح كل هالقد؟ بس انا بدي افهم مين مفهمه وفوت براسه انه هو شغله رئيس القلم شغله مهمه. ما كنت عارف شو عرفت ماما. هلا بالشركه بدهم دكاتره شيء؟ هن ما بدهم، بس اذا في حدا حابب يسافر من سفره الفيزا 100,000 حقها. انا بدي نلك انت ال 100,000. بابا بيبعت لي مصاري، يا اما لما بروح لهونيك من اجاري ببعت لكم. ليش انت هنيك رايحه تشتغلي دكتوره ولا سكرتيره؟ دكتوره طبعا عمو. بس هنيك عم يدفعوا مصاري ما عم ياخذوا على حي الله. ليش انا حي الله؟ لا بس يعني الابره ما بتعرفي تغزي. ايه اصلا الابره شغله الممرض مو شغله الدكتوره. ها واذا اجاكي مريض هيك اسعاف على غفله بتغزي الابره ولا بتروحي بتفيقي الممرض من تخته بتجي تعا دخيلك في واحد عم يموت تعا غزي لي يا ابره؟ عم تتمسخر علي؟ شفتي اصلا انا قلت لها اكثر من مره خليني سجل ادب انجليزي هي اللي ما رضيت. جنه البنات. ايه ما تطلع قدامك انت الثانيه. اسف. شو؟ بطلت اشتغل بالصحافة؟ لا بس عم بعمل نصيحتك. أنا نصيحة؟ قررت اكتب عن المغريات والحوافز اللي عملت خلي الأدمغة المحلية تهاجر من هون لبرا. يعني اقتنعة؟ لك أنا مقتنع من الأول بس قلت مو حلو يطلع هذا الشيء بالجرايد. هجرت الأدمغة إلى بلاد ليس فيها أدمغة. طولت لهلا ما رجعت. انا رايحه الا انك ما وافقت اكيد. هي عم تستنى لحتى اقنعك. لك عمرين وما يوافق. امي احكي معه كمان مره يعني احتمال يوافق. هو واقف على نكشه. ها ما بحكي معه ولا هالقد ولا شوي. هلا هي اللي بدها تسافر ولا هو؟ ما اختلفنا عمي ربال يعني، بس كمان لازم تحكوا معه مشان يقتنع. يعني هو صهركم كمان، اذا بدكم مصلحته لازم تحكوا معه. يا عم شو دب العمى؟ لك ما بدي احكي معه. سافر اهلا وسهلا، ما سافر بحفظ العمى. مره واحده امي احتمال يقتنعها. مستحيل انا ما بسافر. ولك حدك الجهنم ما تسافر، عمرينك ما تسافر، تروح خنق لا تسافر، غلطنا ومنك السماح لا تسافر. لا ما غلطتوا مرت عمي، بعرف انتو بدكن مصلحتي، بس هون انا رئيس قرم. اخي خليك رئيس قرم. هو بيني وبينك ما كثير بتفرق، بس نائب مدير قطاع خاص تقريبا رئيس قرم قطاع عام، ما كثير بتفرق. لا بتفرق، رئيس القلم فوق وهداك تحت. لا مرت عمي بتفرق بالراتب، لانه الراتب هو اللي بيخلي الانسان فوق. لا المصاري مو كل شيء، والمصاري ما بتعمل حدا فوق. لا بتعمله. مرت عمي سجلي لي اسمي، انا بدي اسافر. فرط. اكتب لي هشام الصالحاني. هشام الصالحاني. فايز نشابي. فايز نشابي. ماهر الدوماني. ماهر الدوماني. وجيه برهوم. وجيه برهوم. سومر المزاوي. سومر المزاوي. وائل عبد الله. وائل عبد الله. وائل الأصلع. وائل الأصلع. محمود كفر العواميد. محمود كفر العواميد. العواميد. محمود بلا عواميد. محمود بلا عواميد. بلا عواميد. أبو عماد الأجداب. شو؟ أبو اسمه هيك أبو عماد الأجدب. أبو عماد الأجدب. شوفي لهم كم اسم صاروا. مية. مية ضرب اثنين يعني 200,000. لشو الاثنين؟ لك شو الاثنين؟ كل واحد بدي أخذ منه 2,000 زيادة على حق الفيزا. لك الواحد مطلوب منه 100,000 كمان أنت بدك فتنك. لك هي هي علينا. هلأ اللي حط 100,000 رح توقف عليه 2,000. لك عجوة حبيبي عم ياخدوها من طريق أولاده. حبيبتي غشيمة أنت، هدول بس يسافر بيطالعون الطاق عشرة. أصطفر قوم حكي نبيل، لأنه إجا ما سافر نبيل كل هالحكي بروح بلا طعمه. بدك تروحي معي حبيبتي. أنا لي. لك إيه لك على أساس أنا رايح زيارة عائلية مو رايح زيارة عمان. شرف. يلا خلصني. ما بشرب الشاي إلا إذا وافقت مرت عمي تخليني أسافر. بشرت العين شيتك ما في سفر. طيب أبوس إيدك يا مرت عمي خليني أسافر. سيد خلاص لا تغير رأيك. خلص افتحي نزلتي. أهلين هاي فؤاد. مرحبا. أهلين مرحبا مرت عمو. أهلين
لي على جعوشتي. مرحبا. اهلا عجاج. كنا رايحين لعندكم انا ونزيها بالرجعه. ايه هون عنا واحد كانكم زرتونا. مرت عمهم نبيل هو. ايه لكان هون. بدي احكي معه مشان الموضوع اللي نزيها. امشي نروح انا وياكي لعند نبيل. ايه عود بتروح لعنده بعدين. زيارته واجب مرت عمي. لك اخي لا ما حيعتب عليك عمي، لك في موضوع. شو سر يعني؟ لك لا سر ولا شيء، في موضوع خاص بيني وبينه بدي احكي. شو هالشغله عادي نبيل؟ خلصنا بقى، بعد شوي الحقونا. امشي حجوي. مرت عمي بالسفر في سياره دبل كمين شيء؟ في ويعني قلتك 75,000 مو قليل مرت عمي. في على ايوه بالعمى العمى فلقتنا فل يخرب بيتك لا صعب دبحتني. لك انت شو بدك تروح تعمل برا؟ مين بدي شغلك؟ مين بدي شغلك انت؟ لك انت بعينوك مدير للمشروع. لك هذا كلام صحيح بس انا ما راح اسافر، انا موقعي هون. ليش شوفي هون؟ قال شو؟ الدولة ما علمته مشان يعمر برا، مفكر الدولة موقفة على حضرته. علي وعلى غيري، أنا ما قلت على وحدي بس. ما معك حق ابنه، سفرتك لخارج البلد أفيد للبلد من قعدتك هون. أوف 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 شلون زبطت معك هيك؟ هلا أنت شو قاعد عم تساوي بالصرف الصحي؟ يعني شو قاعد بالمجاري عم تساوي؟ لا مو بالمجاري، أنا قاعد ورا الطاولة. يعني مستهلك، بتاخذ ما بتعطي، بينما إذا سافرت برات البلد بتجيب قطع نادر، دولار، كاش، مني أخضر لك وبتشغل خير الله يد عاملة من العاطلين على العمل الدرويش. مشكلة البطالة بدها حل جذري، السفر ما بيحلها. يا عديلي يا نبيلي، رؤوس الأموال اللي عم بعتوها المهاجرين ممكن تفتح هون مشاريع، وهي المشاريع ممكن تستوعب خير الله يد عاملة. والله كلامك في وجهة نظر. ميسون الشركة كم عامل بدها؟ 1000. يعني 1000 أسرة، يعني 2000 شخص حد أدنى، وكل واحد منهم ممكن يعمل مشروع هون ويشغل معه 2، وهالعمل كلياته على بعضه بتكون عملته لحالك. أنا رايح أحكي مع مرتين. لك هجوان، أنت من أنت صاير تفهم بهالشغلات؟ لك أول مرة بسمعك عم تحكي. أنا ما لي فهمان ولا حرف من الكلام اللي حكيته، كل هالكلاليم ما لي فهمانه. طيب شلون حكيته من قال لك فهمانه؟ لك من يومين عمل لي محاضرة بهذا الكلام بس هو نسيان لأنه حافظه بصم. تفضل طال عمرك تفضل. يعني مثل ما قلت لك المشاريع كثيرة. الله يعطيك العافية. تفضل تفضل. بس تكفى يا أبو شهاب، انت واثق من المهندس نبيل؟ مثل مالي واثق من نفسي. هلا ترى. ايوه اهلين ابو شهاب، اهلين فيك وبضيفك. هلا هلا هلا، الله محييك. الله محييك الست عفرة البرعط. يا هلا يا هلا، الله محييك يا ست عفرة. طال عمرك. دش دش يلا تفضل تفضل تفضل. لا والله لا ما يصير تفضل. لا والله ما يصير، انت ضيفنا. تفضل تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السيد نافع النافع رجل اعمال. يا هلا ومرحب. يا هلا ومرحب. يا هلا. عدم مؤاخذه انا فكرتك من عنا، طلعت مو من عنا. لا والله يا طويله العمر انا من عندكم، بس انا كل مشاريعي برا ومن سنين. تفضلوا نبيل بانتظاركم. تفضل تفضل تفضل. دير بالك نبيل ما بيعرف شغله الدياز. لا لا ما يحتاج. تطمن تطمن. طال عمرك انت ليش ما تستثمر راس مالك بمشاريع هين عندنا؟ الحقيقه يا طويل العمر انا فكرت، مو اني ما فكرت، بس هون عندكم يعني ما في امان لراس المال، بغمضه عين هوب كل شيء يطير. هاي سواليف مو زينه مو صحيحه طال عمرك. نحن عندنا هون امان الحمد لله وايد زين طال عمرك. عندنا قانون استثمار رقم 10، هذا يحفظ رؤوس الاموال الداخليه والخارجيه طال عمرك. المشكله يا اخوي ما هي فيي، المشكله انه انا لي شركاء وشركاء اجانب بعد وما اقدر افرض رايي عليهم. عمي شنو هو المشروع؟ شركه تنقيب عن النفط تبغى تعمل مجمع للعمال ومقر للشركه، يعني تقدر تقول مشروع مدينه كبيره متكامله. وقديش المساحه؟ تروح لهناك وتشوف كل شيء على ارض الواقع وبعدين نقعد نهرج. نسافر لهني؟ ما هو افضل. طال عمرك يعني انت عارف انه انا ما معي يعني وماني مستعد على تكاليف السفر. حسافه عليك يا شيخ، حسافه عليك. بطاقه الطائره واقامه 5 نجوم وكل شيء تبغيه على حساب الشركه، ولا نسيت انك المدير. ما قصرت ما قصرت طال عمرك، احب على خشمك.
الو، اهلين نبيل، الحمد لله على السلامه. وصلت؟ برافو عليك. ايه سمعتك. قول انت. الف عامل مهندسين 20، كم سائق بالدوزر؟ 200. مهندسين قديش قلت لي؟ 40. ماشي، ما بتكون رجعت الا وبيكونوا جاهزين. هدول 100,000. ايه ليش مو حال فيزا 100,000؟ ايه لسه في 2000 رسوم طيران. ايه اذا هي وين حطيناها هون؟ ليش شو اسمك انت؟ وديع حنة. شو اسم ابوك؟ زهير. زهير. وامك؟ تفضل. زينة. امك زينة؟ ايه. في حدا من عيلتك معه سكر؟ لا. بده يصير معه شيء؟ ما بعرف. طيب معك ايه؟ لا ما في، اذا بدك بجيب لك. لا لا تلبك حالك. هذا الوصل اوعى تضوعه. لا بس نجيب لك الفيزا بتعطينا اياها. ايه ترمي. شكرا. اهلين. اذا بتضيعه بتوع عليك الفيزا. لا لا ولا هو شو ضيعه. روح توه بالزور احسن. دور مين هلا انت؟ ايوه هل يصير دورك؟ شفت كيف فوت له. اهلين سليم. شو هدروحي هدول 100,000؟ ايه 100,000. لسه في 2000 حبيبي رسوم طيران. ايه 2000. هات لتشوف. شو اسمك انت؟ علي. شو علي؟ ها انت ابو سعيد سكجا؟ اهلا وسهلا فيه. شو اسم ابوه؟ احمد. احمد. وامه؟ بدريه. بدريه. شو بتشتغل؟ عامل. وين؟ عند ابو رامي. ابو رامي؟ شلون ابو رامي؟ منيح؟ منيح بيسلم عليه كثير. سلم لي عليه. خلصت سيارته؟ ايه خلصت. على عيني. اهلا وسهلا. يلا هلا دور لمين؟ هات لشوف. تعال بعد هيك يا شباب. بعد هيك بعد هيك بعد هيك بعد هيك بعد هيك بعد هيك يا شباب. يلا فوت. لك انت ليش عم تطلع فيها هيك؟ ها شو اكلناها؟ لك ايدي ما رح وسخها فيك، ويكون بعلمك فيزا ما رح تاخد. طب ليش عم تحكي معي؟ ليش عم تحكي معي؟ شو هني موظف عنده؟ ايه موظف عنده. حضرته الاستاذ نديم بيكون نائب مدير الشركه اللي حضرتك رايح تشتغل فيها. ايه تشرفنا. لك ليش عم تحكي هيك مثل كانك عم تتمسخر؟ ها شو رايك شكل لك اياها؟ يكون بعلمك مخصوم منك 10%. لك عليك وعلى شبيبتك. سفر ما رح سافر. معلش نديم هالمرة سامحه، قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. لك يا نزيه لو ما قال عليك وعلى شركتك كنت سامحته، بس بعد ما قالها مخصوم من راتبك 20% مو 10. شو رأيك ما المدفيك الآن؟ لك شو رأيك؟ لك عم تطلع. نزلني من فوق. نزلني من فوق. والله بحياتك عم تشوف السفر. بحياتك شو عم تخليك؟ ولا شو ساقم لي؟ المدراء فيك مخصوم عليك 30%. لا تقوم من تحتي اول. مخصوم 50%. ما بدك قيمه لرجلك؟ ما راح قيمه. بس بعرف انت ابو حميد. قيم رجلك. تعال تعال هون. ايوه ابو حميد. قامت لو ما قمتها بس هي مخصوم من راتبك 90% عشان تتأدب. وانتو مخصوم من راتبكم كل واحد 25%. بدك شايفين نائب المدير عم ياكل كتله وقاعدين عم تتفرجوا. وانا شو عملت؟ شو عملت؟
نزيها عجاج هذا بحياته ما بياخذ فيزياء. ايه فوت فوت امشي امشي نديم امشي فوت شرف ارتاح. لك انت هيك على طول بدك تضل ملبكني تساوي لي مشاكل. شو قصه بعد هي جايب ال 100,000؟ جايبه. هات لشوف بالنسبه لل 2000 رسوم طيران ما راح اخذ منك لانه انت اللي علمتني دعبلت اللبنه بالاوس. هي ريبو بايدك. ليه؟ بصراحه عشان بدك صراحه كانت لازمته هالقتله. لك انا عامل حاله مدير بيقول فيزي عوض فيزا من الفعسه. حيو حيو ابو حميد. ليه عجاج؟ نديم خلص عود ارتاح ولا يهمك. هلا بعمل لك فنجان قهوه تروق دمك فيه. ليش شبه دمك؟ اخ يا مرت عمي وقعت من فوق لتحت. ايه مو مشاطيحك طوال دائما بتتفركح انت. فعلا مشاطيح طوال من هون لهون وهالعرض يا مرت عمي. لا تعود عود على القاعده احكي. ان شاء الله اقدر اقعد ان شاء الله. واقف ومطعوج عود لشوف. بس باركي لي يا مرت عمي. خير على شوف. قدمت استقالتي. من عين الطراقة. لك كنت خود استيداع مثل ما عم يعملوا الكل. ضرورية الاستقالة يعني. ايه ما بدي المدير كل يوم والثاني يقعد يطعوج لي بحناكو على هذا بيصير يا رئيس القلم وعلى هذا ما بيصير. فقلت يا مرت عمي استقالة وبلاكي يا الإحصاء. أخ يا مرت عمي فرطت عن إذنك. فرطيت لك شو مهستر هذا هلا قال لي قدمت استقالتي؟ شو هي اللي فرطت نزيها؟ امي ما في شيء ما تحط ببالك. باركي لي الي كمان. انت كمان فرطتي؟ قدمت استقالتي. لك ليش لحتى تقدمي استقالتي؟ بدي سافر مع نديم. شو سفرك انت مع نديم؟ العمال اولاده ما بدهم روضة اطفال. واذا كان؟ ايه انا بدي استلم الادارة. يو يعني حيفتح لك روضة اطفال خصوصي مشان حضرتك؟ شو عم يحط من جيبته ولا من جيبة ابوه هذا نبيل افندي؟ قلتك التهاب قصبات. تيتراسيكلين. التهاب بلعوم. تيتراسيكلين. التهاب معدة. تيتراسيكلين. التهاب حلق. تيتراسيكلين. التهاب اذن. تيتراسيكلين. التهاب عين. كمان تيتراسيكلين. لك العمى شو ما عندك غير تيتراسيكلين تيتراسيكلين؟ شو ما في غير هالدواء؟ ليش شو مكتوب بالكتاب؟ شو بعرفني شو مكتوب بالكتاب؟ بس مو تيتراسيكلين. خير شوفي. هاتي لشو. وليش ما تفلسفتي من الاول؟ بدي شوفي وين بدها توصل معك. هي شغله تيتراسيكلين. انا راح افتح. تعي لهون لا تفتحي هلا امي تفتح. حبيبه قلبي سمعيني ادويه الجهاز الهضمي. هاتي شوف. روح يا عمي. ايه مباشره على خور فكار. شو اسمك قلت لي؟ محمد دياتي. شو؟ محمد دياتي. ودياتك اهلا وسهلا. ما قصرت ما قصرت ما قصرت. اللي بعده يلا. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. شو اسمك انت؟ فيض. من اليوم ورايح صار اسمك شومبي. انت شاطر بالحساب؟ بعجبك. ماشي عينتك عندي عداده كل يوم 1000 ورقه. موافق؟ موافق. عود عند الابن. عجاج انا بشتغل عندك عداده. انا قاعد بلا شغل. لا لا انت مكانتك اعلى من هيك بكثير. كم واحد في برا؟ ثلاثه. فوت لي اياهم دفعه واحده. لايك عليك لايك تزعل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. تشتغلوا عندي مرافقة؟ ليش هيك؟ كل يوم 500 ورقة. موافقين؟ موافقين. جايبين مصاري الفيزا؟ جايبين. عادينو؟ عادينو. ثقة. هاتوا حبيباتي هاتوا. من يوم ورايح انتو مرافقتي وانا عجاج. انا عايز بالشغل. لا لا حبيبي انت مكانتك اعلى من هيك. شباب انا واصل مشوار وراجع ما بطول. انت شومبي وانا عجاج. بدي احلق على الصفر. ليش لا تنهي المصاري لحالك وانت خليك هون كمان؟ ليش؟ بدي اخذك اطقمك واطقم حالي وبدي سهرك سهره من العمر. ليش مرت عمك بتخليني اسهر؟ لك مو على كيف تخليك ولا ما تخليك. لك ليش قلت لك خليك هون؟ لانه انت ريبان وانا عجاج. عجاج عجاج عجاج. مرت عمي مسكي زي كيس شوال معبى للطفحه مصاري كلها من ام الخمسميات. يا سلام. كم واحد صاروا مسجلين؟ شي 500 بني ادم مرت عمي. وعدكم خربطت بالحسابات ها؟ لا لا
لا يا مرت عمي ما ردت منك بنوب، انا اذا بخربت بفرنك واحد انا المسؤول. الله يعطيك العافيه يا عديل. شكرا. نبيل. شكراً. نعم مرت عمي. فورا هلا بتنزل على سوق الخجع بتشتري لي شنطه سانسونايت وبتجي مشان نحط له حصته للرجال، ما حلو نحطهم بكيس. وقديش حق السانسونايت مرت عمي؟ قد ما كان حق اشتريها وتعا بحاسبك بعدين. انا ما معي ادفع لك. قديش حق الشنطه؟ يعني حوالي 1000. خلص انا بشتري انا وياك شنطه. قوم هلا معي تعال. ما قصرت ما قصرت. خاطرش نزيها. سلام سلام سلام. شبك شو العاده اللي فيه؟ عندك شي اليوم؟ لا نسي عديد. رايح اشتري الشنطه وارجع لك. هلا بروح نشتري انا وياك، بس اليوم عازمك على نقفه الدين عشاء وسهره تقشعر لهالابدان. عشاء؟ مرت عمك ما سالت عني؟ مرت عمي مرت عمي بس تشوف المصاري بتاعها ما بتعود تشوف شيء قدامها. جاهز؟ جاهز. يلا شباب جاهزين انتوا؟ وينك شو بيش؟ خذ 1000 ليره وتعال الحمام. يلا عديد عديد. شباب هدول كمان رايحين معنا؟ لكن هدول مرافقتي وانا. شو بيقولوا بيساووا معنا؟ بيضلوا حوالين الطاوله عم يقولوا. يعني ما بيجيني نفس عن اكل واحد واقف فوق راسي عم بيقول. مو مشكله مو مشكله. ريبو اعطيهم اجازه اليوم. خلص اخذتوا اجازه انصرفوا. لحظه شوي يخرب بيت قلبك شو غشيم. نسيت اعطي لك كل واحد 1000 ليره، معقول يفوتوا على بيتهم هيك وايديهم فاضيه؟ وهي ألف وهي ألف وهي ألف وأنت مرافقتي وأنا. مرت فطري ميسونو. مرت فطري شو؟ من أمتى معي؟ أنت من أمتى معي؟ لك إيه شو من أمتى معي؟ مرت فطري شو؟ إيه أندروميدين صحيح؟ لا مو مزبوط. دوتا. ايوه كملي كملي كملي. ايه مرض مرض كلوي. ميسونو ميسونو ميسونو. ايه ايه مرض كلوي شو بيساوي فيه؟ فينوسيتين. فينوسيتين صح؟ مو صح. وإيش بدك نصيحتي؟ لازم تعيدي البكالوريا. ليش؟ ايه لانه شو ليش؟ لانك ما عم تعرفي شيء ميسون، مشان ترجع تسجلي بالطب من اول وجديد كانك ما درستي شيء. لا تزعلي مني حبيبتي. ولا بلا حكي فاضي، انا صار لي سنتين عم بتدرب بالمستشفى واشتغل بالعالم، مو امبارح تخرجت. عم اقول يا حالي ليش كل ما للوفيات عم تزيد. امي ميسونو. خدي مسكي. يسلموا امي بس معي مصاري. اي ما هو اليك اطي على جنب، بدي اعطي المهريين والعتاء وخلي صحاح لنا والجداد لنا. عفان فات بدي اشوفه عم لعب خطط بطولة. Thank you.
ارتعبتي معي؟ مرتيتي هلا؟ كنت عازم المطعم على ريبال ونديم. عجوه؟ على اساس انت بعمرك مو داخل مطعم، هلا يعني صرت زبون مطاعم؟ شبكي مسكينه مسكينه انت فيفو فيفو خي مسكي، خدي من هدول 15,000 ورقه، نزلي اشتري فستان، بكره عازمك على المطعم اللي بيعزمنا. ايه؟ بعدي هيك. مسكي هاي. عجوه لك عجوه قوم اشلح الطقم لك عجوه عجوه حبيبي قوم عم كبتلك لبنه عجوه طولين هي اي وبعدين يا نديم شو سألي ضحكونا معكم شو سايبه؟ اوه علينا خلصنا لك ما عطاك الرقم السري شيتا علمني شلون احط الارقام مرت عمي بس ما قال لي قديش الارقام اللي فيها طيب طالما هيك ليش عم تلعب بالارقام؟ مشان ما تنسرق الشنتايه دكتوره هلا اللي بده يسرقها الحرامي يعني فارقه معه اذا كانت مسكره ولا مفتوحه يا مرت عمي مشان ما تنسرق الاغراض اللي فيها امي احسن شيء بعتي ورا عجاج هو بيفهم بهالشغله ما في داعي نزيها ما في داعي انا بفتحها لك شلون بدك تفتحها طالما ما بتعرف الرقم السري بدك تجلطي انت دكتوره بنحط كل الاحتمالات الا يزبط شيء احتمال لك هلا ليش منبكين حالكم ما في اسهل من فتحها لا بدها عجاج ولا بدها غيره شلون عمي ريبان لك هدول الشنات جديده ما لها غير رقم واحد ثلاث اصفار بعت لك ده السل انت وشبوبيه ناقصك نظارات وسيجاره روحك من الأوان شو هاد نديم؟ استحليت لك طقم هالصحون نزيه من المطعم؟ طبعاً من المطعم بكرة بس ينجلن بيرجع نطخ لك مو مشان الزفار هي تعتبر سرقة ايه طقم من عجاج 10,000 ليرة على ولا شيء سرقة ولا مو سرقة هاي؟ لك شو بدي فيه هاد انا بلا طقم معالق وطقم شوك هدول بيجوا مع بعضهم طقم واحد بالسوق ما في منه جبت لك نزيا مين قال لك ما جبت لك ندي انا شو جبت لي جبت لك معي مرت عمي مملحتين بمملحه ضد الكسر ها لك درس طب نديم خرج اشتغل الحرامي انت لك امتى لحق تسرق كل الشرقات هي وما حسينا نحن عليك انا ما بيضحك علي ريبال حق الاكل 1000 طقوا من عجاز 10,000 طقيت منهم 9,000 بس هدول ما بيسوى حقهم 9,000 7,000 غرام مرت عمي وهذا 1000 8 وهذا حقه تقريبا يعني ألف فكيت من الحمام وخليت المي مفتوحة على بين ما يحس علي بيكون العداد مرق له 1000 يا جماعة يا جماعة بدكم ما توخذونا عن جد ما بقي محلة شو أستاذ ماسي عن جد ما في محلة ماشي ماشي خلص خلص سمعت شو عم يقولوا عم يقولوا استاذ سبحان مغير الاحوال لك مرحبا عجاج انا ارجع لورا ارجع لورا اهلين وسهلين يا اهلا وسهلا الحمد لله على السلامه الله يسلمك ها قل لي كم واحد صار في عندكم صار يعني شيء قلف بس لسه في 200 بدهم استاذ ما يخالف خذهم ندبرهم الله قويك استاذ الله قويك يا استاذ ارجع لورا ارجع لورا ارجع لورا بس نبيل وينه نبيل استاذ نبيل الله يسلمه قاعد هناك قاعد في الشركه يظبط المخططات ويظبط الشغل كله ما قصرت ما قصرت تفضل تفضل شرف بدور فوت انت معي عدهم يا طويل العمر افا عليك يا عفره ليش انتم مو عادينهم بلا عادينهم يا بعد شبدي بس مشان تتاكد معناته الشغله محلوله طبعا طبعا محلوله لو كان ما محلوله ما كان الثقه في نبيل والشباب متى يكونوا جاهزين للسفر؟ الحين إذا بغيت الحين متى تأمر يسافرون شوفي يا طويلة العمر الفيز راح تصير تجيكم اعتبارا من أول الشهر الجاي أعطوكم صور الجوازات والوثائق المطلوبة طبعا مثل ما وصيتنا
يا بعد عمري. معناها نديم وريبال وعجاج يشحنوا الاوراق لنبيل وهم يروحوا لهناك عشان يتابعوا الموضوع. ما ابغى تاخيرها. ما بي. يلا. ما بي. وين فزيت؟ عود عم نساوي الغدا. عاملين لك خروف محشي. يا مدام في عالم البزنس ما في قعد. انا طيارتي بدها تفز بعد نص ساعه لنيويورك. اللي شوفي بنيويورك؟ ابغى اشحن معدات الحفر والتنقيب عن النفط والمعدات اللازمه. شيلها الحقيبه. يلا سلم عليكم. تمر يا طويل العمر. شيلها للحقيبه. تعال. ابكي اكثر ابكي مشان اتذكرك شلون كنتي عم تبكي علي. اجوا حبيبي بكره اول ما توصل دغري بعد لي مكتوب. لك حاجه حبيبتي حاجه. قلت لك انا ما بقدر اشوف حرمي عم تبكي. بطل سافرها. لا لا تبطل تسافر حبيبي، انا طول عمرك تحلم تركب بالطياره. ايه بكره بدي اقضي حياتي كلها انا وياكي بالطياره. اهلي ايه ما بدي عجوه، يعني انا بدوخ بالطياره. دوخي اصلا ما في احلى منك وانتي دايخه. انا بدي اياكي تدوخي. كسر الشنطه ايدي هاد زمري فيه بغيابي ما عندي سبب. نبيل شو جابك؟ جابني بدك يعني ضل مرطوع بالسجن ببلاد برا. بالسجن؟ ايه بالسجن. ليش الشركه مو مرخصه؟ لك بلا شركه بلا بطيخ. هذا طلع واحد نصاب حط عندي شنتين بالوتيل وخبر الشرطه انها مسروقه. لك مو انت اللي اتصلت على اساس كل شيء تمام؟ هذا الحكي صحيح، ورجاني موقع العمل وحجز لي بالوتيل وعلى هالاساس انا اتصلت وفصت من عودابك. سلام لي عافيتي. الله لا يوفقه، الله لا يوفقه يا نديم. يا عم على هالخازو اللي فات فيكم العمى. كان لازم تعرفوا من الاول، يا انه هذا ابو شهاب مستحيل يجي من وراه خير. يا كان اسمعوا مني، خلينا نخبر ابو غصن. خبرته يعني ما رح نركب بالطياره الا يجي يوم نركب بالطياره. خلي املك كبير. افتحي ميسوم. ايه وين جان؟ شو عملت امي؟ مو الك للباب. ميسوم افتحي. اهلا عمي ابو غصن، تفضل. مرحبا عمي ميسوم. اهلا. مرحبا يا جماعه. اهلا عمي ابو غصن، تفضل. شكرا يا عجاج. كيفك مدام عفراد؟ أهلين أبو غصن، طمنا شو؟ هذا اللي وردكم بالمشروع المزعوم نصاب دولي. أشوف في عنا شي ينصب عليه؟ إيه ما حيلتنا شي. صحيح ما حيلتكم شي، بس جمعتوا له 50 مليون ليرة حق فياز. وكمشتوا سيدي؟ لا ما كمشنا. يعني هرب؟ ما هرب، سافر بشكل نظامي وقانوني. وشلون زمط على الحدود؟ يعني شلون مرق؟ ما في أي دليل ضده. طيب يعني هلا ابو غصن شو حتعمل؟ راح احبط عجاج في 1200 سنه امانه باسمه. شو هالحكي عمي ابو غصن؟ هلا كل وسخه بتحطوها برقبه عجاج؟ شو بدي اقضي حياتي كلها خلف القضبان؟ ما بيصير عمي ابو غصن، انا ما كسبت من الشغله غير عجاج عجاج عجاج، ما كسبت ولا فرنك. دايم شي وبلا كثره لعي خلص. عمي ابو غصن عجوجه هي وين رايحه؟ تركني. لا عبري لي لبني. لك امي ابو غصن على مهلك بس افهمك شوي. خلص امي امي خلينا نرجع يا العالم مصرياتهم مشان يسقطوا حقهم عن عجاج. الله يخليكي. ما بقدر، حولتهم كلهم اخضر، صاروا المصاري ببيروت. شو ما بتقدري امي، منبيع البيت ومنرجع يا العالم مصرياتها. اسكتي اسكتي، هاتي المفتاح من جيبتك بدي اقفلها للحلقه. حاجتها شو المؤلف هاد؟